تنزيل وتعميم الحماية الاجتماعية، وأعطي الكلمة الآن للنائبة سيدة حكيمة بن القساوي باسم فرق الأغلبية لطرح السؤال. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة، السيدات والسادة، السيدة الوزيرة، السادة السيد الوزير، السيدات والسادة النواب، كما هو معلوم أعطى جلالة الملك نصره الله محمد السادس انطلاق تنزيل أضخم مشروع اجتماعي في تاريخ المغرب الحديث، ويتعلق الأمر بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين والمواطنات المغاربة ابتداء من السنة الحالية وفق أجندة زمنية من 5 سنوات. وبالنظر للأهمية البالغة لهذه المنظومة الاجتماعية وأثارها المباشرة على تحسين ظروف عيش المواطنين وتجاوز الاختلالات والنواقص التي كشفت عنها تداعيات أزمة كورونا، نطرح عليكم السيد رئيس الحكومة باسم فرق الأغلبية التساؤلات الآتية: ما هي الإجراءات المتخذة لتنزيل وتعميم نظام الحماية الاجتماعية، لا سيما على مستوى التمويل واستهداف الفئات المستحقة للحماية والدعم؟ ما هي التدابير الموازية لتأهيل المنظومة الصحية من بنيات استشفائية وفق عدالة مجالية بين مختلف جهات المملكة، ومن أطقم صحية ومن تعبئة للقطاع الخاص؟ شكرا. شكرا السيدة النائبة. الكلمة الآن للسيد النائب عادل البيطار باسم فرق ومجموعة المعارضة لتقديم نفس السؤال. تفضلي تفضلي. شكرا سيد الرئيس. سيد رئيس الحكومة، يحظى مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بترحيب كبير وإجماع وطني كبير وباهتمام ومتابعة خاصين من لدن جلالة الملك، الذي ترأس مراسيم إطلاق التنزيل الفعلي للمشروع وتوقيع عدد من الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. ولا شك أن تنزيل الأمثل لهذا الورش الكبير والطموح ويبقى في نظرنا شرطا أساسيا لتحقيق أهدافه على أرض الواقع، والمتمثلة في الحماية الاجتماعية في مفهومها الشامل والواسع. لذا نسائلكم في فرق المعارضة عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتنزيل ناجح لهذا الورش الكبير، وما هي الإصلاحات التي تباشرها حكومتكم بما يتلائم ومتطلبات إرساء النظام الجديد للحماية الاجتماعية؟ شكرا سيد رئيس. شكرا سيدة النائبة. سيد رئيس الحكومة، الكلمة لكم للإجابة عن السؤالين المطروحين في إطار وحدة الموضوع. لكم الكلمة سيد رئيس الحكومة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد وزير الدولة والسادة الوزراء، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم في بداية هذه الجلسة، هذه الأيام من أواخر هذا الشهر الكريم، وأهنئكم مسبقا بالعيد السعيد عاده الله علينا وعليكم وعلى بلدنا، عاده الله على بلدنا وعلى جلالة الملك حفظه الله، وعلى المغاربة قاطبة بالسلامة والصحة والسعادة والأمن والإيمان إن شاء الله. وإننا إذ نتحدث اليوم على موضوع مهم كي يرتبط بالحماية الاجتماعية، فإننا واعون بأن هذا الورش الاجتماعي ومعه ورش العدل الاجتماعي يسير جنبا إلى جنب مع ورش دفاع المغرب عن حقوقه وسيادته ومصالحه. ومن هنا فإني أثمن جميع ما جاء على لسان السيدات والسادة أعضاء رؤساء الفرق النيابية من أنه لا يمكن إلا أن نأسف لاستقبال الجارة إسبانيا لرئيس جبهة الانفصاليين بهوية مزورة، وهو عامل يتنافى
مع روح الشراكة وحسن الجوار، وسيستخلص المغرب من هذا العمل الاستنتاجات المناسبة. وإن الحادثة دليل إضافي على تهافت جمهورية الوهم وتهافت كل من يدافع عنها. كما نتابع بغضب شديد الانتهاكات المتتالية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حق القدس والمقدسيين، ومهاجمتها في ليالي رمضان للمصلين والمعتكفين والمرابطين بالمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومصرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لا يمكن إلا أن نرفض ونستنكر ونندد بتلك الانتهاكات والاعتداءات وبكل التجاوزات التي تمس الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى ولمدينة القدس. وتحية إجلال للصامدين المرابطين والمرابطات دفاعاً عنهما، أي عن القدس والمسجد الأقصى، ورفضاً لمحاولات تهويدهما. السيد الرئيس، أريد أن أتوجه بالشكر للسيدات والسادة النواب المحترمين على التفضل بطرح أسئلتهم في موضوع مهم، هو التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية. هو موضوع مهم بالغ الأهمية، يفرض علينا جميعاً كل في مجال اختصاصه ومسؤولياته العمل على توفير الانخراط الجماعي الواسع لإنجاح هذا الورش ولتحقيق أهدافه. أريد أن أشير في البداية إلى أن المغرب الحمد لله حقق نجاحات في عدة أوراش كبرى متعددة، وفي مقدمتها الإنجازات الضخمة والكبيرة في البنيات التحتية والأساسية واللوجستيكية. فقد حرص خلال السنوات الماضية على توفير حاجيات البلاد من هذه البنيات، وما زال مصراً على استكمالها باعتبارها ضرورية لبناء المغرب الحديث وضرورية لمواكبة الإقلاع الاقتصادي. وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج متميزة حظيت بتزكية جلالة الملك حفظه الله، حيث قال في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 20 لعيد العرش المجيد: لقد أنجزنا نقلة نوعية على مستوى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة والقطار فائق السرعة والموانئ الكبرى، أو في مجال الطاقات المتجددة وتأهيل المدن والمجال الحضري. ثم نبه جلالة الملك في نفس الخطاب إلى أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات لم تشمل بما يكفي مع الأسف جميع فئات المجتمع المغربي، وهو ما يفرض التركيز على التنمية البشرية والعناية بالسياسات الاجتماعية لكسب رهان العدالة الاجتماعية والمجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع كما قال جلالة الملك. وفي هذا التوجه أو في إطار هذا التوجه الاجتماعي يندرج هذا الورش الذي هو ورش الكبير، الذي هو ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وكما تعرفون هو ورش يحظى بعناية كريمة وباهتمام خاص من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من منطلق حرص جلالة الملك على تمتيع كافة المواطنات والمواطنين ولا سيما الفئات الفقيرة والهشة بالدعم والحماية الاجتماعيين صونا لكرامتهم وحفظا للتماسك الاجتماعي، وبشكل يجعل إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني رافعة للاقتصاد الوطني. ولا أدل على ذلك من المكاين المتميزة التي يحتلها هذا الموضوع في مختلف الخطب الملكية السامية، وأخذها الخطاب السامي لعيد العرش المجيد في يوليوز 2020، والخطاب السامي في افتتاح السنة التشريعية للبرلمان في أكتوبر 2020، واللذين دعا فيهما جلالة الملك
إلى إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفق هذه التوجيهات الملكية فإن مشروع تعميم التغطية الصحية يشمل كما تعرفون أولاً تعميم التأمين الإجباري على الأساسي على المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي، تعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل، تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض 2021-2022، التعويضات العائلة 2023 7 ملايين طفل 3 ملايين أسرة، توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لحوالي 5 ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملاً 2024، تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار سنة 2025. وهذه هذا الورش كيشكل بكل معنى الكلمة ثورة اجتماعية غير مسبوقة حقيقية في بلادنا، وهي بقيادة جلالة الملك، وهي مفخرة للمغرب وللمغاربة، وهي ستؤدي إن شاء الله تدريجيا إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وإلى صيانة كرامة المغاربة بمختلف شرائحهم وإلى تحصين الفئات الهشة، ولا سيما في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اجتماعية. الآن ما هي التزامات الحكومة وإنجازاتها في هذا المجال وفي المجال الاجتماعي عموما؟ وكما سبق وأن أعلنت فإن هذا إطلاق هذا الورش تشريف للحكومة وتكليف لها، وهنئ بمناسبته أعضاء الحكومة جميعهم ومن خلالهم مسؤولي وأطر القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية على شرف الاطلاع بتنزيله. كما إن إنجاح هذه المهمة وخصوصا المرحلة الأولى والإعدادات الأساسية للمراحل الأخرى سيكون إن شاء الله خير خاتمة لعمل الحكومة التي حرصنا منذ بدايتها أن تكون حكومة اجتماعية بامتياز كما أوضحنا وبينا ذلك مرارا. ومن هنا فقد أولت الحكومة اهتمام خاص بالمجال الاجتماعي وسطرت في برنامجها عدد من هذه الإصلاحات والإجراءات، وأكتفي بالتذكير بما يلي: إخراج نظام التغطية الاجتماعية لعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، وهو القانون 98/15 الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصاً، والذي صادق عليه البرلمان سنة 2017 ونشر بالجريدة الرسمية يوم 13 يوليو 2017، ويهدف إلى التغطية التدريجية للمعنيين وذوي حقوقهم. وقد بدأ هذا الورش ابتداء من سنة 2018 بدءا بالفئات المنظمة، تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، تنظيم مناظرة وطنية لتطوير نجاعة والتقاء السياسات العمومية، وأيضا نجاعة مؤسسات وبرامج التنمية الاجتماعية، إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة والفئات الهشة، وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة، واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئات بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية. ووفاء لهذه الالتزامات انطلق هذا الورش وتقدمنا فيه، وكما قلنا صدق على المشروع القانون الخاص بالتغطية الصحية لفئات المهنيين في 13 يوليو أو نشر في 13 يوليو 2017، وأحدثت الحكومة في مارس 2018 ولأول مرة لجنة وزارية لحكامة وقيادة هذا الإصلاح ولجنة تقنية بين وزارية للدعم، ونظمت المناظرة الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية نوفمبر 2018، وأسفرت كل هذه المشاورات عن سياسة عمومية مندمجة للحماية الاجتماعية 2020-2030. السيد الرئيس، لا شك أن موضوع الجلسة اليوم لا يتسع لاستعراض جميع نتائج وحصيلة عمل الحكومة في المجال الاجتماعي،
لكن التقييم الموضوعي الذي تعززه المعطيات الرسمية من خلال المعطيات التي تمد بها المندوبية السامية للتخطيط يبرز أن المغرب شاهد تطوراً مضطرداً ما بين سنتي 2017 و2019 على مستوى أغلب المؤشرات الاجتماعية ومؤشرات التنمية البشرية فيما يخص الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية والشغل ونسب التمدرس والهدر المدرسي وصحة الأمهات عند الإنجاب، وكلها مؤشرات تحسنت بالطراز قبل أن يصطدم بطبيعة الحال هذا التقدم الإيجابي بصخرة الجائحة وتداعياتها البليغة. شأن المغرب في ذلك شأن بقية دول العالم. صحيح أن الجائحة عرت على بعض الاختلالات، لكن الجائحة أيضا أوضحت لنا أن هناك قوة في نظامنا الاقتصادي وفي إدارتنا وفي أنظمتنا الاجتماعية، لأن لولاها لما استطاع المغرب أن يتحدى تداعيات الجائحة وأن يستمر برأسه مرفوع بين دول العالم. وبفضل الله تعالى وبفضل التلاحم الوطني وبفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله وبفضل الدينامية الإيجابية التي كانت تعرفها بلادنا قبل حدوث الجائحة والإجراءات النوعية وغير المسبوقة التي اتخذت خلال فترة الجائحة، تمكن المغرب من تخفيف تداعيات هذه الجائحة وتجنب الأسوأ صحياً وتجنب الأسوأ اقتصادياً وتجنب الأسوأ اجتماعياً. واليوم الحمد لله الجميع يشهد أن المغرب استطاع أن يدبر مرحلة الجائحة بنجاح وأن يخرج منها بتداعيات أقل سوءاً مما خرجت منه عدد من الدول المماثلة. إننا على أتم الوعي بصعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزتها الجائحة، لكننا نبقى متفائلين، فأغلب التقارير الوطنية والمقارنات الدولية تبرز أن بلادنا والحمد لله حققت رغم ذلك نتائج مشرفة مقارنة بدول مجاورة. وبالتالي هناك أمر مهم جدا، على الرغم من ظروف الجائحة وعلى عكس كثير من الدول في العالم وعلى الرغم من أن مداخل المالية العمومية نقصت بشكل كبير، وقلنا مرارا بأن مداخل المالية العمومية سنة 2020 نقصت ب 82 مليار درهم باش نقصت مداخل المالية العمومية، وغادي تنقص ثاني مداخل المالية العمومية سنة 2021 بأقل من ذلك، ولكن غادي تنقص. رغم ذلك فقد استمرت بلادنا في تنزيل الإصلاحات الأساسية والبرامج والأوراش الكبرى، ما تخليناش عليها نهائيا، مثل مواصلة تنزيل القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، إنجاز البنيات التحتية الكبرى والأساسية. وانتما كتشوفوا كل أسبوعين تقريبا كان عنه، وقد أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاق بعد إذن جلالة الملك عن إطلاق الورش ديال ميناء الدخلة الأطلسي اللي غادي يكون من أكبر الموانئ أيضا في المنطقة المجاورة، وغادي يكون عنده تأثير كبير ليس فقط محليا وليس فقط وطنيا ولكن أيضا إقليميا. وأيضا الرفع من المجهود الاستثمار العمومي اللي ما نقصش في ميزانية 2020 ما نقصش في ميزانية 2021 بل زاد. مواصلة تنزيل ورش لا تمركز الإداري، إخراج ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية اللي الحمد لله غادين فيه بعزيمة صلبة، ورخرجت البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية اللي غيتسهل على المواطنين كثير من الخدمات الإدارية، تحسين مناخ الأعمال اللي تطورت في بلادنا الحمد لله بطريقة مضطردة في هدف أن نصل إلى 50 الأوائل في العالم، إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار اللي بدأت العمل ديالها منذ أكثر من سنة والحمد لله النتائج ديالها الأولية مشجعة وإيجابية، ورش إصلاح المؤسسات العمومية، ورش تعويض الواردات بالمنتوج المحلي وهو ورش طموح أيضا الحمد لله غاد فيه بلادنا كثير من المواد اللي كنا نستوردها نستورد المنتوج الخارجي فيها. نحن الآن هناك برامج طموحة لدعم القطاع الخاص الوطني
باش هذيك المواد ننتجوها محليا تطويرا للصناعه المحليه، وغيرها كثير من الاصلاحات الكبرى والاساسيه والبرامج والاوراش. وبعد كل هذا التراكم الايجابي في المجال الاجتماعي خلال هذه الولايه، فان ورشه تعميم الحمايه الاجتماعيه الذي تشنه جلالة الملك حفظه الله يعتبر دفعة قوية لهذا العمل ولبلادنا، والحكومة منخرطة فيه بكل قوة وجدية. نحن واعون بثقل المسؤولية، عازمون على إنجاز هذا الورش وتوفير شروط حسن تنزيله. على المستوى القانوني، أن هذا الورش عنده جانب قانوني وعندنا عنده جوانب عملية. على المستوى القانوني تسهر الحكومة على اتخاذ جميع التدابير في هذا المجال. أولاً إصدار القانون لإطار الحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، وهذا القانون مهم لأن حولنا هذا البرنامج الطموح إلى قانون إطار ملزم. إذا أتت الحكومة المقبلة عندها خارطة طريق واضحة بقانون مؤطر منشور في الجريدة الرسمية بعد بعدد من المراسيم التطبيقية ديالو غدا، فلذلك إذا نحن خريطة الطريق واضحة وتعطت لها الانطلاقة، وهذا شيء مهم جدا. مشروع تعديل القانون رقم 6600 المتعلق بمدونة التغطية الصحية، ومشروع تعديل القانون 98/15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. هذا المشروعين القانونين اللي كانوا الحمد لله ونزلنا جزء كبير من طبقناهم على أرض الواقع. عادي نجي للفئات اللي الآن بدأت كتستفد وللفئات اللي غادي تستفد قريبا، ولكن تيسيرا على الفئات المقبلة، وأيضا باش نسرعوا هذا الورش أكثر، وأيضا انطلاقا من التجربة اللي كانت هاد جوج ديال المشاريع القوانين اللي صدق عليهم مجلس الحكومة واللي غادي تحال قريبا على البرلمان، كان هدفوا فيها من إدخال عدد من التسهيلات والتيسيرات. هذا مشروع تعديل القانون رقم 98/15 نظام التأمين الإجباري عن المرض، مشروع تعديل القانون رقم 99/15 بإحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين. بغينا ندخلوا أكثر الرقمنة، وبغينا نبسطوا مساطر تسجيل وتحصيل وسداد الاشتراكات، لأن غادي نمشيو دابا العدد من الفئات اللي ماشي فئات مهنية عليا، وإنما فئات مهنية كاينة في البوادي، كاينة في المدن الصغيرة، كاينة في الجبال. خاصنا نسهلوا لها الانضمام الى هذا النظام بسهوله، ماشي ضروري التحول كاع وتجي حتى للمدن الكبرى او الى الرباط. وايضا تقليص المده الضروريه لبدء استفادته من النظام. حنا كنا مشينا في واحد الاجتهاد، مشينا على اساس الناس اللي كانوا كيستافدوا من سي ان اس اس من الضمان الاجتماعي، عندما كيتسجلوا كيكون عندهم 6 أشهر عاد يبدا الاستفاده من نظام التغطيه الصحيه. دابا الآن غادين في اتجاه تقليص هذه المدة، إما إلى شهر أو إلى 3 أشهر. غادي نحيلوا المشروع على مجلس النواب أو على مجلس المستشار قريبا، نقلصوا هذه المدة. بمجرد ما يتسجلوا عندهم مدة قصيرة وغادي يبداو يستفدوا، وذلك باش نسهلوا عليهم من جهة، ثم باش نشجعهم ونحفزهم أيضا. وأيضا إدراج فئات المهنيين الخاضعة للدخل الجزافي من خلال المساهمة المهنية الموحدة أو نظام المقاول الذاتي للاستفادة من خدمات هذا النظام، وخا هو جاء في القانون المالية يتدمج في هذه جوج القوانين. وقد قامت غادي نرجع لهذه القضية ديال التسهيل أيضا. وتجدر الإشارة إلى أن هذين القانونين المؤسسين والمؤطرين صدرا في يونيو وجانبي 2017، شرعت الحكومة مباشرة بعد ذلك في التنزيل الفعلي لمقتضياتهما من خلال اعتماد نصوصهما التطبيقية. انطلقت الاستفادة الفعلية لعدد من الفئات من خلال التغطية الصحية وفق هذا النظام، وقد تشرفت شخصيا بتسليم الشهادات الأولى لأوائل المستفيدين يوم 26 أبريل 2021 الماضي. وأيضا عندنا مشروع تعديل القانون الإطار رقم 34/09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات لملائمته مع متطلبات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ومشروع تعديل الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. كل هذا تأطير قانوني تم أو سيتم قريبا جدا في لهذا المشروع المهم جدا. إذن البرلمان سيكون شريك في هذا الورش، كان شريكا
في في القوانين التي صدق عليها، وسيكون شريك في القوانين أو مشاريع القوانين التي ستحال عليكم. كما واصلت الحكومة المصادقة على مشاريع المراسيم المتعلقة بالمهن الحرة، وحسب الفئات المهنية بطبيعة الحال، تمت المصادقة منذ أسبوعين تقريبا على مشروع المرسوم الخاص بفئة الأطباء، مشروع المرسوم الخاص بفئة المهندسين المعماريين، لتنضاف إلى المراسيم التي تم إصدارها من قبل ذلك والمتعلقة بفئة العدول، بفئة القوابل، بالمروضين الطبيين، بالمرشدين السياحيين، بالمفوضين القضائيين. وتستمر الحكومة في إجراء المشاورات مع الفئات المتبقية لتسريع انخراطها في نظام التغطية الصحية الأساسية، سواء تعلق الأمر بالفئات المعنية بالاتفاقيات الثلاث التي وقعت أمام جلالة الملك حفظه الله، أو تلك التي تهم فئات أخرى مثل الفنانين، سائقي سيارة الأجرة التي المشاورات معهم جارية وقريبة إن شاء الله، أو الصيادلة، أو أطباء الأسنان، أو المهن شبه الطبية، والنساخ والتراجمة الذين تمت مرحلة المشاورات والمرسوم قيد الإعداد، والصناع التقليديين والفلاحين والمقاولين الذاتيين. إذن هذو كلهم غادي يدخلوا إن شاء الله قبل نهاية 2021، هذا هو البرنامج. 2021 إن شاء الله غادي يشهد إدخال كل هذه الآخرين، بعضهم انتهت في المشاورات معهم وبعضهم المشاورات جارية إن شاء الله، ونتمنوا نتعاونوا جميعا باش نسرعوا هاد الورش. كما تعمل الحكومة على مواكبة الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة. هذه الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة والتي صدق عليها في قانون المالية 2021 من قبل البرلمان، هي لفائدة الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل تابعا لنظام الربح الجزافي، وأيضا للخاضعين لنظام المقاول الذاتي، وهو إجراء يهدف إلى إحداث نظام مبسط وعادل ومنصف لهاتين الفئتين عبر تبسيط النظام الجبائي المطبق عليهم عبر مساهمة تضم الضريبة على الدخل والرسم المهني والتحملات الاجتماعية. وإن شاء الله هذا الورش هو أراه جاري، التسجيلات الأولى تتم عند إدارة العمل الضرائب، ثم بعد ذلك تسجيلات لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق الضمان الاجتماعي افتح البوابة ديال التسجيل، بدأت تسجيلات بضع عشرات الآن تسجيلات على دا إدارة الضرائب، تسجلوا ما يخرب من 230 ألف لتسجلوا. تبسيطا لهذه المساطر ديال التسجيل، قام صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإصدار بلاغ أمس بتيسير تسجيل المهنيين التجار وغيرهم والمهنيين الآخرين لديه من خلال شبكات القرب الشركة المنتشرة في كل أنحاء التراب الوطني. في مكان الواحد راه يمكن يشوف هذيك شبكات ديال القرب ويمشي عندهم ويتسجل تما، وهذا تيسيرا لهؤلاء المهنيين، وإن شاء الله نحن على يقين بأن هذا سيؤدي إلى الانخراط إن شاء الله الجماعي القوي للمهنيين في هذا النظام. لأن المهني اليوم وخا يمرض هو ولا يمرض ولاده ولا تمرض مرته، وخا يكون عنده غادي يخصو عملية جراحية، أحيانا كيخصوه تحليلات غالية جدا، تحليلات ديال الدم غالية، تحليل السكانير ليرام إلى آخره، ما كيكونش عنده، ما عندوش التغطية الصحية، خصو هو بوحده يتحمل جميع هذه المصاريف. اليوم التغطية الصحية كتحمل المصاريف، راه هادشي ما عندوش ثمن، لأن باش غير تمشي عند الطبيب غيدوز راه خصك تخلص، غير تمشي يطلب لك تحليلات كتخلص. دابا الآن هذا النظام غادي يتحمل، فلذلك ما سيؤدي هؤلاء المهنيون من اشتراك قليل جدا بالمقارنة ما سيستفيدونه هم وأسرهم. أما اللي عنده شي مرض مزمن مثل مرض السكري ومرض ديال القلب واللي يخصو عملية جراحية معقدة، أو اللي مرض الله يعافي الجميع بمرض السرطان للكلفة ديال العلاج ديالو غالية، تما فين كيبان أن هذا نظام التغطية الصحية هو اجتماعي وغادي يساعد هؤلاء المهنيين باش يتحمل عليهم هذا النظام الاجتماعي
جزء كبير جدا من الكلفة ديال العلاج وديال التطبيب، وهذا شيء مهم جدا. كما عرفت التغطية الصحية المجانية للطلبة بفضل تسهيل الإجراءات، هذه التغطية الصحية المجانية للطلبة انطلقت في ظل الحكومة السابقة، ولكن في الجنان لقينا أنه كانت الإجراءات كانت فيها صعوبات. انطلقنا إلى التسجيل التلقائي، طالب غير جاء كيتسجل في الكلية غير كيتسجل فورا، أيضا كيتسجل في التغطية الصحية المجانية للحكومة، هي اللي كتخلص للسينسس الواجب اللي كان كيخلصوا عادة المؤمن. إذن بفضل الإجراءات عرف هذا الورش تطورا سريعا، فانتقل عدد الطلبة المستفيدين من التغطية الصحية المجانية من 70,000 سنة 2018 إلى حوالي 300,000 حاليا. طبيعة الحال الباقي الطلبة الباقين إما عندهم تغطية صحية مع والديهم، إما عندهم أنظمة أخرى دي التغطية الصحية، حيث هذا موجه الطلبة اللي ما عندهمش تغطية صحية. أي طالب ما عندهش تغطية صحية الآن يمكن يتسجل مجانا وتكون عنده التغطية الصحية والخدمات ديالها الآن فورا، اللي ما تسجلش من قبل ولا وقع شي غلط ولا شي حاجة راه يمكن يتسجل. ليس شرط الوحيد ما تكونش عنده تغطية صحية أخرى، لأن هي بحال إلا جا من تما وجا من هنا راه خدمات واحدة، ما كاينش فرق. التغطية الصحية الشاملة اللي غادي نمشيو ليها كيكون فيها جميع المغاربة على مستوى واحد، هذا هو الهدف إن شاء الله في الأخير ديال هذا الورش. بالموازاة مع هذا الورش القانوني المتعلق بتنزيل الحماية الاجتماعية، عملت الحكومة في مجال الرعاية الاجتماعية على واحد المجموعة ديال الإصلاحات أخرى. إعداد مشروع القانون رقم 45/18 المتعلق بالعاملين الاجتماعيين، والذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 مايو 2020 وأحيل على المؤسسة التشريعية الموقرة، يهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة العامل الاجتماعي، تحديد شروط ممارستها والصلاحيات الموكلة للعامل الاجتماعي، إعداد مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، ويهدف في انسجام تام مع ثوابت المغرب الدينية وما ينص عليه الفصل 32 من الدستور مقتضياته بتجويد القانون الحالي وتلافي بعض ثغراته. استصدار القانون 65/15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو أيضا مهم جدا لتطوير هذه المؤسسات ديال الرعاية الاجتماعية. سيكون بتوازي مع هذا الورش القانوني ورش مؤسساتي. درنا الورش الأول اللي هو الإصلاح المؤسساتي للصندوق المغربي للتأمين الصحي، دابا غادي يكون عندنا إصلاح ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن الآن غادي يكون عنده إضافة إلى العمال المأجورين، غادي يكون عنده إضافة أيضا إلى طلبة، غادي يكون عنده المهنيين المستقلين، غادي يكون عنده المهنيين الخاضعين للسي بي يو للضريبة المهنية الموحدة، غادي يكون عندهم من بعد الناس ديال الرميد حتى هما غادي يجيو باش تكون تغطية صحية واحدة. معنى ذلك غادي يكون واحد إصلاح مؤسساتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق مراجعتي بطبيعة الحال النظام ديالو الذي سيعرض أيضا على البرلمان، سيحل على البرلمان. إصلاح الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتعزيز مكانتها ومهامها كهيئة الرقابة والضبط في مجال التغطية الصحية الأساسية، اعتماد هيئة موحدة لتدبير مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية وإحداث آلية للقيادة تسهر بصفة خاصة على تتبع تنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق التدخلات مختلف الأطراف المعنية. بطبيعة الحال ما يمكنش هنا إلا ونتحدث أيضا على تحسين نظام الاستهداف أو منظومة الاستهداف، فقد صادق البرلمان على القانون رقم 72/18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وحدات الوكالة الوطنية للسجلات الذي نشر بالجريدة الرسمية في يناير 2021. تعمل الحكومة حاليا على تنزيل مقتضياته، حيث صادقت في هذا الإطار على مرسومه التطبيقي الذي يضع الإطار المؤسسات المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات، وينصب العمل حاليا على إنجاز منصتين رقميتين، الأولى كتعلق بالسجل الوطني للسكان، الثانية كتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، والهدف من هذا الشيء كامل هو توفير واحد الآلية موحدة لتسجيل واستهداف المستحقين للدعم بناء على نظام تنقيط عام
وكذا التحقق من صدقية البيانات المصرح بها من طرف المستفيدين من برامج الدعم. وستدخل هاتان المنصتان الخدمة سنة 2022 في إطار تجربة نموذجية كمرحلة أولى في أفق تعميمها على مجموع التراب الوطني ما بين سنتين 2023 و2025 إن شاء الله. وستعبأ مصادر التمويل لهذا الورش الكبير، وبطبيعة الحال مصادر التمويل كما أعلن وأعلن عن ذلك من قبل غيتوصل في نهاية الورش إلى 51 مليار درهم سنويا كل فديله. ولكن في نهاية الورش، الورش الأول تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض 13.8 مليار درهم سنويا، تعميم التعويضات الآن في النهاية ديالو في النهاية ديال 2022 غنوصلوا 13 مليار درهم سنويا، تعميم التعويضات العائلية 19 مليار درهم سنويا ابتداء من 2023، توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد 16.5 مليار درهم سنويا ابتداء من 2024، تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2025، وهي كلها 51 مليار درهم سنويا. طبعا حال في نهاية النظام غيدو نوصلوا لهذه الكلفة. فلذلك هذا واحد طموح كبير، وهناك الآن اشتغال. بطبيعة الحال هذا شيء ماشي سهل، هناك تصور واضح لتوفير هذه الإمكانات المالية، لأن مثلا في التعويضات العائلية غادي تجمع الأنظمة الحالية كلها في نظام واحد، عندنا دعم الأراميل، عندنا تيسير، وعندنا أنظمة أخرى، هذه كلها غادي تجمع، غادي تولي نظام واحد ديال التعويضات العائلية فيه المساواة بين هؤلاء المواطنات والمواطنين كلهم اللي هم الطبقات الفقيرة والهشة، وأيضا طبقات غير اللي ما عندهاش التعويضات العائلية، تكون تعويضات عائلية واحدة. وبالمناسبة نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين الذين وقعوا مع الحكومة الميثاق أو اتفاق الثلاثي في 25 أبريل منذ سنتين، واللي زدنا فيه في التعويضات العائلية. فالآن التعويضات العائلية لغاية تعمم غادي تمشي في هذا الميزان، الميزان ديال التعويضات العائلية اللي زدناها في هذا الاتفاق الثلاثي. فإذا هذا واحد العمل تراكمي إن شاء الله غادي نحو المستقبل. الإجراءات المواكبة، السادة البرلمانيين سؤلوا على إجراءات المواكبة فيما يخص بالخصوص المنظومة الصحية. أريد أن أطمئن إلى أن هناك عزم على إصلاح عميق للمنظومة الصحية، لأن هذا الشيء مرتبط ارتباطا قويا. ومن هنا فإن هذا الإصلاح كيرتكز على أربعة المرتكزات. المرتكز الأول هو تثمين الموارد البشرية الصحية من خلال مراجعة القانون رقم 131 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، واللي عنده مجموعة من الأهداف اللي في مقدمتها تحفيز الكفاءة الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم، وأيضا رفع المعيقات والقيود التي يفرضها القانون على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب. ثم بعد ذلك مراجعة القانون الإطار رقم 34-09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات الذي أشرت إليه من قبل ضمن التأطير القانوني لإحداث وظيفة عمومية صحية قصد ملائمة تدبير الرأسمال البشري للقطاع الصحي مع خصوصيات المهن الصحية وتحسين جاذبية القطاع الصحي العمومي، تحفيز العنصر البشري. وفي نفس الإطار كانت الحكومة قد أطلقت منذ سنة 2019 ورش إصلاح منظومة التكوين الطبي، شكلنا واحد لجنة موسعة آنذاك، لجنة مشتركة موسعة تضم ممثلين عن المراكز الجامعية الاستشفائية، ممثلين عن معاهد التكوين الطبي، ممثلين عن أساتذة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، ممثلين عن الطلبة وعهد إليها، وممثلين عن بعض القطاعات الحكومية عهد إليها بالتشاور والحوار حول إصلاح التكوين الطبي لبلادنا من خلال ترصيد عناصر القوة فيه ومعالجة مكامن ضعفه أو اختلاله، وتقديم مقترحات عملية تستجيب لمتطلبات واحتياجات الصحة الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن خلاصة عمل هذه اللجنة، والتي هي في واحد المجلد فيها التقييم والتشخيص وفيها المقترحات على جميع المستويات، هي في مراحلها الأخيرة. ورأست اللجنة أستاذة كفأة ذات تجربة
وستعمل الحكومة على التسريع في القريب العاجل ربما في الأسابيع المقبلة لإخراج هذا الورش الهام والحيوي. غادي يكون عندنا لأول مرة واحد الإصلاح متفق عليه للتكوين الطبي ببلادنا، متفق عليه من جميع المتدخلين، ليس فقط القطاعات الوزارية ولكن أيضا حتى المهنيين والطلبة والجهات الأخرى والأساتذة وغيرهم. ثانيا تأهيل العرض الصحي من خلال تدعيم دعم البعد الجهوي عبر تنظيم العرض الصحي الوطني وإحداث خريطة صحية جهوية وأجرأت البرنامج الطبي الجهوي وتأهيل المؤسسات الصحية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وغيرها. ثالثا إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تطوير حكامة القطاع الصحي، ترشيد استخدام بنيته وموارده المالية، وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. وطبعا الحال غادي نحاول دار هيئات للتدبير والحكامة مثل الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة والوكالة الجهوية للصحة والمجموعات الصحية الترابية وغيرها. رابعا إحداث نظام معلوماتي مندمج لمواكبة ورش التغطية الصحية الشاملة ولتحقيق الحكامة المنشودة. ويمكن أن أقول هنا أن هناك برنامج استعجالي مواكب لهذه للاستجابة السريعة لمختلف متطلبات الوقاية ومكافحة الجائحة. وأريد هنا باسمكم جميعا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأطقم الطبية والصحية والإدارية التي ساهمت في مواجهة هذه الجائحة، وإن النتائج التي وصلنا إليها في مواجهة الجائحة وأيضا النجاح الكبير في هذا الورش ديال تعميم التلقيح الحملة الوطنية للتلقيح دليل على أن على الرغم من وجود خصاصات في نظامنا الصحي والإداري إلا أن هناك أيضا نقاط قوة تجعلنا في المراحل الصعبة نتعبأ جميعا ونحقق النتائج، وهذا شيء يستحق عليه هؤلاء العاملون جميعا في مختلف الإدارات المتدخلة الشكر الجزيل. حضرة السيدات والسادة، أريد أن أؤكد مرة أخرى على أن الحكومة معبأة باش تنزل هذا الورش للتغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية وفق مقاربة تستحضر مختلف أبعاد هذا الورش المشروعي، هذا الورش الوطني المجتمعي الهام بما يحقق تطلعات جلالة الملك حفظه الله ويستجيب الانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين. وكما قلت هذا غادي يساهم بشكل كبير في تقليص نسبة الفقر والهشاشة وفي تحقيق حظ كبير من العدالة الاجتماعية بين المواطنات والمواطنين، وإحنا معبئين جميعا باش نمشيو إلى الأمام في هذا الورش الاجتماعي كما قلت غير مسبوق في بلادنا بل غير مسبوق حتى في دول أخرى شبيهة في العالم، ولا يتمتع بنظام قريب من هذا النظام إلا عدد محدود من الدول المتقدمة. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومة. نفتح الآن باب التعقيبات بإعطاء الكلمة إلى سيد رئيس فريق العدالة والتنمية سي مصطفى الإبراهيمي. لكم الكلمة سيد الرئيس. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة، سيدات سيدة الوزيرة والسادة الوزراء المحترمين، سيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية لمناقشة موضوع ذي أهمية حيوية لبلادنا ألا وهو موضوع الحماية الاجتماعية وتعميمها. سيد الرئيس، نشكركم أولا لهذا الحضور
وكنا نتمنى أيضا أن يكون وزيرين، لأنهم شاركوا خاصة وزير المالية وأيضا وزير الصحة، لكي نتناقش في بعض التفاصيل لهذا المشروع المهم، فنتمنى أن يكون المانع خيرا. أبدأ السيد الرئيس أولا بالنجاحات التي حققتموها وحققتها بلادنا فيما يتعلق بتدبير الجائحة، والحمد لله القرارات التي اتخذتها الحكومة رغم الأثر ديالها ورغم الصعوبة لبعض خاصة لبعض الفئات وبعض المهن اللي تحملوها، ولكن الحمد لله الآن نلمسون النتائج وأيضا النجاحات فيما يتعلق باللقاح. سيد الرئيس، أنتم قلتم بأنه خاصة وزير المالية على أساس أنه وزير الصناعة، هناك دراسة اللي دارتها الحكومة اللي غادي تجيو فيما يتعلق بالإجراءات لتعويض الفئات المتضررة من هذا الإجراء كأصحاب المقاهي والمطاعم وحد مجموعة من التجارات اللي كتكون في الليل بالنسبة لرمضان، نتمنى أن يكون ذلك سريعا. المسألة الثانية وهو فيما يتعلق بهذا المشروع، هذا هو لابد أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل على هذه المعطيات اللي زودتنا بها فيما يتعلق بتعميم برنامج الحماية الاجتماعية. وإذا كان المستوى الصحي ونجاعة منظومته من بين أهم المعايير تطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة للمجتمعات، فإن الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية تعتبران من الحقوق الأساسية لإرساء دعائم مجتمع متضامن متكافل يتمتع فيه الجميع بالكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم. ولهذه الغاية فإن ضمان المساواة وتحقيق الإنصاف بالنسبة لجميع السكان في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية يجب أن يمثل إحدى أولويات الدولة عبر توفير عرض صحي، أولاً من خلال الخريطة الصحية لتيسير الولوج وقد جاءت في كلمتكم، والتكفل الجماعي والتضامني بالنفقات الصحية والحماية الاجتماعية. دستور سيد الرئيس ينص في الفصل 31 على واحد المجموعة من الحقوق التي يجب أن توفرها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية لتيسير الولوج واحد المجموعة من الحقوق الأساسية، ووضع المشرع الدستوري على رأسها الحماية الاجتماعية والعلاج الطبي حتى قبل التعليم والتكوين المهني والتربية على التوابت والهوية المغربية والماء والسكن اللائق والشغل. والترتيب ديال المشرع الدستوري ليس عبثا، ولكن وضع على رأس هذه الحقوق الأساسية التغطية الصحية والعلاج الطبي. وتتجلى أهمية هذا الورش الكبير من خلال الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لهذا الورش المجتمعي الحيوي من خلال الخطب أو من خلال إشرافه الشخصي على الاتفاقيات، سواء اللي كانت في 2005 في أكادير ديال التغطية الصحية، أو تعميم التغطية ديال الراميد اللي كانت سنة 2012 بالدار البيضاء، أو مؤخرا بفاس على هذه الاتفاقيات ديال الحماية الاجتماعية. وتفعيلا للتوجيهات الملكية تباينت اجتهادات الحكومة السيد الرئيس، فمن تقريبا من 2002 ل 2021 وهذا الورش يتم تنزيله تدريجيا. القانون صدر سنة 2002 في عهد حكومة التناوب حيث تم إصدار المدونة، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005 في عهد حكومة سي جطو. وقد اختار سي جطو آنذاك التغطية الصحية للأجراء والموظفين، وهذا لا يكلف الدولة شيء الكثير لأن هناك مساهمة ديال الأجراء وديال الدولة كمشغل. ثم الحكومة ديال السي عباس الفاسي سنة 2008 جابت تجربة ديال الراميد اللي همت 420 ألف مواطن نسمة في جهة تدلى أزيلان. حكومة السي عبد الإله بن كيران جات بالتعميم ديال التغطية ديال الراميد لحوالي 10 ملايين ديال المواطنين، وبمناسبة رحنا وصلنا ل 16 مليون فاصل 4، وهذا كلف الدولة 10 المليار ديال الدرهم. ثم أيضا جاءت التغطية الصحية للطلبة كما ذكرتم حوالي 70 ألف، وأيضا المصادقة في المجلس الحكومي على القوانين 98 و99 15 اللي عندهم علاقة بالتغطية الصحية والتقاعد للمهن الحرة والمستقلين.
وأيضا هناك مشروع الذي لا زال يقبع في الغرفة الثانية اللي هو التغطية الصحية للوالدين. لحد الآن لازلنا نطرح التساؤل في خضم هذا التعميم الذي نتحدث عنه ديال التغطية الصحية، علاش الإصرار على عدم إدراج الوالدين كمستفيدين مع الأطفال ديالهم، والعدد ديالهم لا يتجاوز 150 ألف إلى 200 ألف في الوقت اللي رحنا كنتكلموا على 22 مليون، ولكن يتم الإصرار على إقصاء الوالدين لحد الآن وهذا غير مستساغ. وهذا الشيء هذا سيد الرئيس جاء بواحد المجموعة من الإصلاحات الهيكلية اللي باش يمكن نمولوا هذه المشاريع المجتمعية، راه جات من الإصلاح اللي كان ديال صندوق المقاصة واللي كان قاسي، ولكن هو كنشوفوا الآن النتيجة دياله. حكومة ديالكم سي العثماني جات بواحد تصريح حكومي واللي قالت فيه بأنه غادي يديروا استكمال التغطية الصحية للفئات المستهدفة اللي هما المهن الحرة والمستقلين وتفعيل مقتضيات الخريطة الصحية. الآن سيد رئيس الحكومة جاء الوقت باش خصكم تعطيوا الحساب الشعب، واش هاد التصريح اللي درتوه واش كتفعلوه ولا ما كتفعلوش؟ واحد السيد غاب لمدة 4 سنين وجاء اليوم وعاد بان له قال لك هذه الحكومه ديالي دي 10 سنين ديال العداله والتنميه ما بنات حتى مستشفى، وهذا اكيد بانه غاب عليه واحد المجموعه من المعطيات لا الاجتماعيه ولا السياسيه ولا الاقتصاديه ولا التنمويه، ويمكن حتى ديال الحزب ديالو. راه غير دي 4 سنين يمكن شفناه وقيلا شي 3 ولا 4 ديال المرات في هذه القاعه، ولكن جا كيقول لك باللي حتى مستشفى ما دار خلال هاد 12 سنه. 28 مستشفى اللي دار، 28 مستشفى خصو يرجع ويشوف حتى نسبة الاستثمار شحال كانت التنفيذ ديالها. هذه قبل من 10 سنين كانت لا تتجاوز 48% و45% الصيدلية المركزية والاستثمار ديال القطاع، اليوم رحنا وصلنا أكثر من 75%. هاد قال لك مستشفيات جامعية ما كانت واحد، واش طنجة دار ملي كان هذاك السيد اللي كان هضر عليه هو، وأنا ما كنعنيش الهيئة التي ينتمي إليها، ولكن إنسان خصو يضبط المعلومات قبل ما يخرج الوسائل الإعلامية اللي مدفوعة الثمن. قلتوا باللي غادي ترفعوا المناصب المالية، فعلا رفعتوا المناصب 4000 منصب مالي كل سنة غير مسبوق. سيد رئيس الحكومة تا شي حكومة قبلكم ما دارت هذا الشيء، هذا الشيء خصنا نعترفوا به. واش هذه الحكومة دارت ولا ما دارت والو؟ الميزانية ديال الصحة خلال 10 سنين مشات من 10 مليار ل 20 مليار ديال الدرهم، وثلاثة المليار اللي دارت بالنسبة للتغطية ديال الجائحة. قولوا لي شكون هاد الحكومة اللي دارت هاد الشيء؟ هاد الحكومة ما دارت والو. ثم الاستمرارية في صندوق التماسك الاجتماعي اللي اليوم ولا سميتو صندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، اللي فيه الراميد وفيه الأرامل وفيه تيسير وفيه المحفظة ديال مليون محفظة. الأرقام تتكلم، ما يمكنش نكذبوا على الشعب. قولوا شحال تنفق في هاد الشيء وشنو دارت هاد الحكومة ومين جاو هاد الموارد في ظروف استثنائية. ذكرتوا باللي 82 مليار اللي ما دخلتوش وغادي تبدلوا مجهود باش ديروا 51 مليار. ثم المصادقة على هاد القوانين هادي صادق عليها في 2017 وفي ظرف 3 ديال الأسابيع خرجت في الجريدة الرسمية. 2018 خرجتوا جميع المراسم التطبيقية والنصوص التطبيقية ديال هاد المشروع هذا، ولكن اسمحوا لي سيد الرئيس من 2018 والبلوكاج كاين تحت المشروع هذا. وانا هنايا اسمح لي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لان المشاورات طالت لمده سنتين ونمشي ونطلبوا العباد الله 13 المرات السميك ونعاودوا نرجعوا ونوقعوا على 4 ديال المرات السميك بعد سنتين، علاش ما خليناش الناس تستافد؟ ولهذا هاد الامور هذه بالرغم من ان الحمد لله الامور الان بالتوجيهات ديال صاحب الجلاله امور راها غاديه، ولكن ما يمنعش باش نديروا الملاحظات ديالنا السيد رئيس الحكومه. خلال هذه الحكومه ديالكم سيد الوزير سيد الرئيس جبتوا المساهمه المهنيه الموحده خلال القانون الماليه، صوتنا على 4 مليار و200 لدعم هذا المشروع هذا مجهود مالي فوق اللي كاينه الجائحه باش الان ولا هذا واحد المساهمه اللي ما خصناش نساوها. علاش؟ باش غادي نشوفوا هذيك ال100 درهم اللي ولينا كنديروها لهذوك الناس منين جاي، لان كاين الدعم ديال الدوله وهذا غير مسبوق. داكشي اش كنقولوا ملي غادي نجيو كيفاش درنا يعني التنفيذ ديال هذا الشيء بالتدريج، راه هذاك الشيء الاول ما كانش مكلف جدا اذا استدنينا الراميد، والراميد الحكومه ديالكم السيد الرئيس 9 مليار ديال الدرهم. كل شيء بزاف للإخوان اللي كيقول لك فاشل، الرميد ماشي كله فاشل،
هاد الناس اللي كيداو بالسرطان سيد الرئيس، كاين اللي كيداو ب 50 مليون بالنسبه للشيميوثيرابي هنا في الرباط، وكذلك واحد المجموعه من المراكز. مين كيتخلص هذاك الشيء تاع الشيميوثيرابي للراميد؟ صفر درهم. والعمليات الجراحيه ولا الراديوثيرابي والسكري واحد المجموعه من الامراض المزمنه، مين كيتامر؟ 600,000 واحد اللي عنده مرض السكري اللي كيداوي بهاد مجانا. والان سيد الرئيس، الوالدين خاصكم تشوفوا كيفاش ديروا تدخلوهم، هذه مسؤوليتكم، وحنايا كنشوفوا مع هذا المجلس المستشارين على وعسى. فيما يتعلق بالبرنامج، لا مجلس المستشارين سيد الرئيس، انا اسمحوا لي، ما عندنا ما غادي نديروا مع هذا المجلس المستشارين، ما عرفناش كيفاش غادي نديروا. مجلس المستشارين، البرنامج ديال التنزيل ديال هذا الشيء، هناك واحد لاجوندا اللي راها كاينه. سيد الرئيس لقد لفتنا هاد 800,000 مزيان، ولكن بالنسبة للتصريح راكو كديروا تسهيلات. أنا كنتكلم على الفئة الثانية اللي هما الفلاحين وصناع التقليديين. هنا وزير الفلاحة ترنا الانتباه ديالو، قلنا لهم 2017 قطاع ديالكم ما دار والو مع الفلاحين. الفلاح ما يمكنش سيد الوزير سيد الرئيس نقولوا له يوفرنا الأمن الغذائي ويوجدنا اللحم ويوجدنا الحليب ويوجدنا كل شيء لرمضان ومغير رمضان، وملي يجي يدير التغطية الصحية ما عندوش. أقسم لك بالله سيد الرئيس، واحد السيدة اللي بغات تبيع القطعة الأرضية ديالها لأن عندها سرطان ديال المبيض في هاد شهر رمضان العظيم، لأن ما عندهاش التغطية الصحية، ولهذا راه عنده من الربع الأول الربع الثاني والربع الثالث لحد الآن راه ما دارش حاجة كثيرة بالنسبة للفلاحين. ولهذا هذه هي الحماية الاجتماعية المؤسساتية، ماشي توزيع القفاف الانتخابية اللي غادي يمشيو باش غادي ندخلوا بهم هذه الانتخابات. فيما يتعلق بالتمويل سيد الرئيس، هناك الآن كاين مساهمات ديال الدولة بواحد 23 مليار ديال الدولة، وكذلك هوامش ديال المقاصة، ولكن كاين واحد المسألة اللي عندها علاقة بالمادة 114 ديال القانون 65/00 اللي هو التأمين الخاص اللي عنده 3 مليار ديال الدرهم اللي خصو يرجعها للسينيسيس، راه واردة داخل القانون 65/00 بأن جميع هذه التغطية الصحية الأساسية التي تتكلف بها هي المؤسسات العمومية اللي هي السينيسيس والكنوبس، وماشي التأمين الخاص. التأمين الخاص إلا بغى يمشي يدير التكميلي، يجب استرجاع هذيك 3 مليار ديال الدرهم. كتلقاو صعوبة كبيرة السيد الرئيس باش تمولوا، وكتمشيو لصندوق المقاصة، وحنا معاكم باش تمشيو للمقاصة، ولكن هادو أولى. سيد الرئيس شكراً سيد الرئيس. الكلمة الآن لسيد النائب عادل بيتار باسم فريق الأسلون المعاصرة. شكرا السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيد وزير الدولة، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. السادة النواب من فضلكم شيء ما من الإنصات إذا سمحتم. بداية لا يسعنا في فريق الأصالة والمعاصرة سوى أن نعرب عن فخرنا واعتزازنا الشديدين بورش تعزيز الحماية الاجتماعية، وهو ورش ملكي بامتياز يروم تحقيق العدالة الاجتماعية والهجالية، ويأتي كحلقة جديدة ضمن المبادرات والمشاريع والأوراش المهيكلة التي تطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بثبات وإقدام على كافة الأصعدة والمجالات، حيث ارتأى جلالته أن ترتكز خطة تنزيل هذا المشروع غير المسبوق على 4 مكونات. أولا، تعميم التغطية الصحية الإجبارية بتوسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي على المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي. ثانيا، تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن الدراسة تستفيد منها 3 ملايين أسرة. ثالثا، توسيع انخراط في نظام التقاعد لحوالي 5 ملايين من المغاربة الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش. رابعا، تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار. إن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أسس له جلالة الملك سيشكل لا محالة ثورة حقيقية ببلادنا لإسهامه في تحسين ظروف عيش المواطنين وصون كرامتهم وإنهاء الفقر وزيادة مساواة والرخاء المشترك والاستفادة العادلة من الثروة وتحسين الفئات الهشة في
في ظل التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية المتواترة. سيد رئيس الحكومة، إن المغاربة متعبون ومنهكون. لقد أتعبتهم السياسات الترقيعية لحكومتكم وسابقتها، وأنهكهم التدبير الفاشل للجائحة والتي كشفت عن اختلالات وعجز أنظمة التأمين الجماعي وقصور مختلف برامج ومبادرات الدعم الاجتماعي التي تتسم بالتشتت المفرط للبرامج وضعف التنسيق بين المتدخلين، مما نتج عنه عدم الإنصاف من خلال إقصاء شريحة مجتمعية في أمس الحاجة. وكيف قلت السيد رئيس الحكومة، فعلا الجائحة كانت أكبر امتحان، ولولا حكمة وتبصر صاحب الجلالة بخلق صندوق التضامن اللي تكلف جميع التغطية الاجتماعية مكان الآليات والبرامج الحكومة لكانت الكارثة في بلادنا. إن بلادنا اليوم، ودرءا لما قد يتمخض على الوضع الحالي المتأزم وانفلات وسخط اجتماعيين، في حاجة إلى تنزيل هذا الورش الملكي بحكمة وتبصر كما قلت. ونظر لضيق الوقت سأكتفي بتناول هذا الموضوع من ثلاث محاور أعتبرها بأنه لا تقل أهمية عن المحاور الأخرى. المحور الأول يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية كمدخل لتعميم التغطية الصحية. سيد رئيس الحكومة، لا يمكن أن نتصور تعميم التغطية الاجتماعية ونحن عندنا مشاكل في المنظومة الصحية لبلادنا. نحن نتابع المجهودات التي تقوم بها الحكومة، ولكن نقول بأنها غير كافية ولا تعطي النتائج المرجوة والأثر ديالها على المواطنين المغاربة. فالمنظومة الصحية ببلادنا السيد رئيس الحكومة تعاني من التخبط والارتجالية والهشاشة، وهو ما أتت الجائحة بالملموس، حيث تواجه العديد من المشاكل البنيوية، وهي مشاكل تتعلق بالأنظمة التغطية الصحية وكذلك وخاصة بالمكونات الثلاثة للعرض الصحي، حيث أنه كما قلتم تعاني من الموارد البشرية من خصائص مهول في المجال الطبي، والذي يقدر ب 97,566 مهني صحي، منها 32,522 من الأطباء، خاصة إذا علمنا أنه في القطاع العام لا يوجد فقط إلا 12,034 طبيب، وفي القطاع الخاص 13,545، أي أنه كاين عندنا 1.7 ديال الأطباء، معدل لوغاسيو ديال الأطباء البارابيتون ما كيفوتش 1.7، وهو معدل ضعيف جدا مقارنة مع دول أخرى. فرنسا مثلا فيها 3.4، أمريكا فيها 4.6، ودول الجوار عندها أكثر منا بكثير. وبهذا الصدد نثير انتباه الحكومة إلى استفحال ظاهرة هجرة الأطباء نحو الخارج. سيد رئيس الحكومة، عندنا 12,000 طبيب يمارس في القطاع العام، في فرنسا فقط هاجرت 8,000 طبيب مغربي يمارس في فرنسا، وهذا يسائلنا جميعا ويسائل الحكومة. كيف قلت، لا بد من تحفيزات مادية وغير كافية، لا بد من تحسين ظروف العيش. تصور أنه 12,000 في القطاع العام و 8,000 غير فرنسا بوحدها، يعني هادو اللي عندهم فلوس المغاربة يمشيوا يتداوى في فرنسا، واللي ما عندوش الفلوس يموت هنا حيث ما عنده غير 12,000 طبيب. هذا ماشي معقول السيد رئيس الحكومة، والحكومة السابقة مسؤولة على هذا الوضع. هذا المشكل اللي وصل ليه الموارد البشرية مشكل كارثي، وإلى زينا على الممرضين والغب اللي كيحصل لهم من عدم تسوية الوضعية ديال بعض الفئات ديال المهنيين الممرضين، هذا لا يستقيم. سيد رئيس الحكومة، يجب أن تبادروا إلى إصلاح. لا يمكن أن نتصور تغطية صحية بدون إصلاح الموارد البشرية وجميع المكونات الصحية ديال القطاع الصحي. سيد رئيس الحكومة، القطاع كذلك يعاني من ضعف وهشاشة البنيات التحتية، وكذلك من افتقار المستشفيات إلى التجهيزات الطبية، دون أن ننسى إشكالية سوء الحكام واختلالات التدبير في القطاع الصحي وتفشي الفساد على نطاق واسع. وهنا السيد رئيس الحكومة، نبغي نقول لكم على الصفقات العمومية اللي هي أكبر دليل على تفشي الفساد في هذا القطاع. وهنا كندعوكم سيد رئيس الحكومة باش تحملوا مسؤولياتكم الدستورية، وتدعو الوزير الصحة في حكومتكم على أنه يتجاوب إيجابا مع المهمة الاستطلاعية ديال مجلس النواب، باش مجلس النواب يكون عنده الكلمة ديالو في الموضوع، لأنه من حقه أن يكون مساهما في هذا النقل النوعي. السيد رئيس الحكومة، المحور الثاني هو محور إدماج القطاع الغير مهيكل وخلق مناصب الشغل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين. شحال قدنا ما نعطيو لهاد الناس ديال الفلوس اللي كيضيع عليهم الشغل؟ منين غتجيبوا هاد الميزانية السيد رئيس الحكومة؟ يجب أن نكون صرحاء مع المغاربة. هذه التغطية عن أو التعويض عن فقدان الشغل، مناصب الشغل، خصها ميزانية ضخمة، ربما ما يكونش عندنا على المدى القريب أو حتى المدى البعيد أنه باش نوفرها لهم. اللي خصنا نوفره ونخلقوا فرص الشغل السيد رئيس الحكومة، خصنا ندعموا القدرة الشرائية للمواطنين. بالنسبة لهذا الإدماج للقطاع الغير مهيكل، أنتم سيد رئيس الحكومة في جوابكم على سؤال شفوي لفريقنا قلتوا بأن فيه
12% كيساهم 12% من الناتج الداخلي العام، يعني 2.4 مليون شخص سنة 2013. وكاين أرقام دراسة ديال نشرات بداية هذه السنة ديال البنك المغربي تيقول بأنه كيساهم 30% من الناتج الداخلي العام. البنك المغربي مؤخرا في آخر نشرة إخبارية تيقول بأنه عنده 17.2%. هذا الشيء كثير بزاف، عفوا كيقول 34%، وحتى صندوق النقد الدولي تيقول 34، هو رقم قريب للرقم اللي كيعطيه البنك المغربي. وعندنا المعطيات ديال الاوسيديو الله عندهم 17.2%، المينا 25%، يعني معدل عندنا كبير بزاف ديال المساهمه القطاع غير المؤكل، وهذا يدعو الى اصلاح جذري اقتصادي السيد رئيس الحكومه. راه ما يمكنش نجيبوا تغطيه صحيه شامله ونجيبوا التعويض عن فقدان الشغل، حنا عندنا اقتصاد ضعيف هش يعاني من القطاع الغير مهيكل. كذلك المشكل ديال عدم توازن سوق العمل وسوق الشغل في بلادنا السيد رئيس الحكومه، الجائحه عرت على هذا الواقع المزري اللي كتعيشوا بلادنا في مجال خلق مناصب الشغل. انتقل المعدل ديال البطاله من 10.5 الى 12.5، ولا عندنا اليوم السيد رئيس الحكومه 1,534,000 مغاربه عاطلين فقدوا شغلهم غير في هذه السنه ديال كوفيد 202,000. راكم ما كان الصندوق ديال الجائحه، كون كانت الكارثه السيد رئيس الحكومه، الحكومه راه ماشي هي اللي عوضت، راه الصندوق اللي عوض. راه ما يمكنش الا بغيتو تعوضوا هاد 1.5 مليون ديال العاطلين شحال غادي خصكم ديال الماء؟ خصنا نكونوا صرحاء، خصنا نكونوا صرحاء ونديروا الاليات باش يمكن لينا نحلوا هاد المشكل ديال فقدان الماء. والحل واضح، راه هو خلق فرص الشغل. خصنا المغاربه يثقوا فينا، خص المستثمرين يثقوا على المستوى الوطني والدولي، خصنا نخلقوا واحد الاجواء سياسيه ويعني اللي تجعل المواطن والمستثمر الاجنبي والوطني يثق في البلاد ديالو ويستثمر فيها. كذلك المشكل ديال دعم القدره الشرائيه سيد رئيس الحكومه، جميع يعني هذا الورش يستوجب دعم القدره الشرائيه للمواطنين والنقي على السياسه الترقيعيه والمقاربات الاحسانيه لهذه الحكومه التي تحط من كرامه المواطنين ولا تقدم حلولا هيكليه وناجعه. فمواكبه الورش الملكي لا يمكن ان يتم الا من خلال الحكومه، لا يكترث البعض من مكوناتها السيد رئيس الحكومه الى ضرب القدره الشرائيه للمواطنين وتجويع وتفقير الشعب وتكريس ثقافه توزيع اكراميات محصله احيانا بغير وجه حق. السيد رئيس الحكومه، هاد الفلوس اللي كيتفرقوا دابا ديال الكفاف منين جاوا؟ حنا براينا جاوا من الاطراء الغير مشروع. حنا هاد الاطراء الغير مشروع اليوم كيبانوا الفلوس ديالو، كيبانوا الفلوس ديال استغلال النفوذ وتضارب المصالح. ولكن مع الاسف هادشي كله، هاد الممارسات اللي كتوقع ثم يعني يواجهها في الضفات الاخرى تعتيم وتقاعس غير مفهومين السيد رئيس الحكومه. في تواطؤ صارخ ديال الحكومه ديالكم على المواطنين، حنا بغينا هادشي، هاد المشكل اللي كيكون دعم القدره الشرائيه ومن استغنونا منه خصكم تدعوا لحل، وحنا طال انتظار ولايه الحكوميه يسالت وباقي كنتسناو الاجوبه على مجموعه من الانتظارات، خاصه عاد تنعيش كنهضر ديال المشكل ديال المحروقات، خصكم تحلوا هذا المشكل ديالو السيد رئيس الحكومه. المحور الثالث هو محور الحكامه وتمويل الحمايه الاجتماعيه، وهذا مهم لان نظام الحمايه الاجتماعيه ببلادنا المعمول به حاليا يعاني من تشتت المفرط وضعف التنسيق في غياب اليات للتتبع والتقييم والتحديد الدقيق للكلفه الماليه وعدم توفر اليات الاستهداف وقياس النجاعة والآثار على الفئات المستهدفة. كما أن مشكل التمويل مطروح، التمويل اللي كاين الله 60 مليار ديال الدرهم سنويا في المجموع ديال المنظومة كلها فيها 5% من الناتج الداخلي الخام، وهذا كيبقى دون المستوى المطلوب. إذا ضفنا عليه الدعم ديال البيطان كيوصل 6% تقريبا من الناتج الداخلي الخام، وهذا قليل جدا إذا قارنا مع المينا ومع الاوسيديو اللي اكثر بكثير من هذه المعدلات اللي عندنا في البلاد ديالنا. لذلك في الحكومه مطالبه بالاسراع باحداث كذلك السجل الاجتماعي الموحد الذي يفترض ان يوفر المعلومات اللازمه عن الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه تعطلتوا فيها السيد رئيس الحكومه. الولايتكم سالات باقي ما جبتوش لنا السجل الاجتماعي وكتقولوا لنا غيكون تدريجيا حتى 2025. راه لا اصلاح للتغطيه الاجتماعيه الا ما كانش هذا السجل الاجتماعي، الا ما كانش السجل ديال الاحصاء السكان. السيد رئيس الحكومه، إننا في فريق الأصالة والمعاصرة ندق ناقوس الخطر حيال هذه الأرقام والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية، لأن بلادنا على وشك انهيار اجتماعي حقيقي قد تكون له تداعيات لا قدر الله وخيمة. وأملنا كبير في الله تعالى وفي جلالة الملك وفي القوى الحية ببلادنا لإخراج هذا البلد من الوضع الذي سببت فيه السياسات الفاشلة لحكومتكم ولسابقتها. السيد رئيس الحكومة، ندعوكم إلى تحمل مسؤوليتكم التاريخية في وضع اللبنات الأولى
المؤسسة لهذا الورش الملكي، وأن لا تزيغ عن الأسس والمقومات التي دعا إلى جلالة الملك في خطابه وتوجيهاته ذات الصلة بالموضوع، حتى قال جلالته بأنه يجب أن يتم ذلك في إطار مقاربة تشاركية وبعد النظر والنفس الطويل والسرعة في التنفيذ أيضا مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة. انتهى كلام جلالة الملك. ولا يمكننا إلا أن نكون مصطفين وراء جلالة الملك في بناء مغرب جديد، مغرب يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والاقتسام العادل والثروة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لسيد النائب. ثم مرحبا. هل هناك قوة ميتة؟ الله أعلم. الآن الكلمة لسيد النائب نور الدين الأزرق باسم فريق التجمع الدستوري. دابا الكلمة للأطباء. شكرا سيد الرئيس، سيد رئيس الحكومة، السيدة والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. يسعدني باسم فريق التجمع الدستوري أن أتناول الكلمة في إطار جواب سيد رئيس الحكومة في موضوع تنزيل وتعميم الحماية الاجتماعية، مجددين على أن الأمر يتعلق بورش تاريخي بكل المقاييس، باعتبار العناية المولوية التي يليها جلالة الملك للورش. ونحن نعتبر أن هذا الورش باكتماله بإذن الله سيكون ضمن الإنجازات التاريخية الكبرى التي تميز عهد صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله. سيد رئيس الحكومة، كان فريقنا سباق إلى مقاربة هذا الموضوع عبر مقترحات إصلاحية في منظومة الحماية الاجتماعية عامة والصحية خاصة. والشكر للسيد وزير المالية اللي سرع بهذا القانون الإطار، ولذلك فقد رحبنا وتمنى القانون الإطار الطموح، واعتبرناه يصب في قلب ضمان شروط الكرامة الإنسانية لتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن والتماسك الاجتماعي المستديم. لقد انتظر المغاربة بشغف إجراءات من قبيل تعميم التغطية الصحية على 22 مليون مواطن من المستفيدين الإضافيين. ما عادش أنه نقص 22 مليون ما عندهاش تغطية، ما عادش كنهضروا على الفلاحة بوحده، فالفلاحة فيهم جوج أصناف، الصنف اللي تيشتغل بوحده هذا مختصاص الحكومة، التغطية الصحية راه ماشي مختصاص وزير، ولكن تغطية اختصاص الحكومة، ولك الأجراء اختصاص سيد وزير الشغل. أنا ما كنفهمش، يعني كنجفدو غير الفلاحة هما اللي ما عندهمش تغطية صحية. هناك كذلك تعميم تعويضات على 7 ملايين طفل في سن التمدروس، وهذا كنعتبروه مدخلا لتجويد المنظومة التعليمية. ونشيد كذلك بالانخراط في أنظمة التقاعد بدمج 5 ملايين من النشطاء الغير المتوفرين على أي تغطية معاشية. وهنا فريقنا يوصي إلى عناية خاصة جدا ببعض البرامج الاجتماعية التي تهم الأعداد من الفئات كالمعاقين، الأمومة، الشيخوخة، وكنتوقع أنه السن غيرتفع وبالتالي غيكون عندنا إشكالية مع المسنين. وهناك كذلك الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. وهذا بكل وضوح أن القانون الخاص بالحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة الإنجازات التشريعية منذ بداية البرلمان المغربي، وهذا ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على الجميع لإنجاح هذا الورش من خلال فعالية التنزيل الأمثل للمشروع ونسج التناغم والالتقائية بين مختلف المتدخلين. سيد الرئيس حكومة، فريق التجمع يعتبر أكبر إكراه يجب تداركه بأقصى سرعة لضمان التنزيل المنشود هو الشروع العاجل في تأهيل المنظومة الصحية الحالية المتهالكة.
كما هو في علمكم قام مجلس النواب واحد المبادرة لتشكيل واحد اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية في منتصف شهر شتنبير بإشراك كل المتدخلين والفاعلين، وكانت جلسة استماع وجاءوا عدة أفكار لإصلاح هذه المنظومة الصحية وجاءوا بعض الاقتراحات، فمنهم هو تحيين وملائمة النصوص القانونية، منهم القانون 65/00 اللي متعلق بالتغطية الصحية الأساسية، وكذلك تقييم سلة العلاجات المقدمة حالياً، كما يجب تجميع جميع القوانين المتعلقة بهذه المنظومة الصحية اللي اليوم كاين شي 49 و 28 مقترح، وبالتالي تولي مدونة لجمع جميع القوانين. الميزانية صحيح عرفت ارتفاع السنوات وننوه بهذا الارتفاع، ولكن كنبقاو بعيدين على ما جاءت به منظمة الصحة العالمية اللي كتوصي ب 12% من الميزانية العامة، وحنا في حدود 7%. البعد الجهوي كان خصص مهول في الأطباء، وبالتالي تناديو دائما أنه تكون 12 الكلية 12 CHU و 12 المركز لتكوين الأطر الطبية في كل جهة، ويكون تكوين وتوظيف جهويا باش نعالجوا هذه المعضلة ديال افتقار الموارد البشرية في بعض الجهات. بعض توصيات نرى أنه هناك حاجة ملحة إلى في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة تكون إحداث مديرية خاصة بالتغطية الصحية. تعويضات لسنسيس كتعوض بين 60% و70%، لكنوب السابقة لكنام 80% وحتى 100%، إذا يكون هناك تباين في التعويضات وهناك بيان في الاشتراكات. لا سنسيس 6.37، لا كنوبس 5%، ومع واحد الحد أقصى ديال 400 درهم، غير معقول خص يكون مساواة في هذه الاشتراكات والاستفادة من هذه التعويضات تكون نسبة، لأن اليوم المؤمن كيخلص تقريبا 54% من مصاريف العلاج وهو مرتفع يوصل حتى 63%، وبالتالي إذا كان نسبة تعويض ونبغيو أنه جميع المواطنين يكونوا يستافدوا من نفس سلة العلاجات وبكرامة كبيرة. كذلك تكلمتوا على الوكالة لانام خص تعطاها استقلالية والصلاحية يعني مع التركيز على مهامها في مجال التقنين وتقوية أجهزة التفتيش وتفعيل أدوارها للنهوض بالاختصاصات المنوطة في علاقة مع التغطية الصحية. البنية التحتية للمستشفيات خص تسهيل استفادة المواطن من خدماتها، إحداث مسار العلاجات سنتكلموا على طبيب الأسرة، تطوير العمل بالنظام المعلوماتي المندمج كنتكلموا عليه ولكن إلى نتمنى على الله يخرج الوجود ويكون في القطاع العام والخاص، والحاجة إلى تخليق العلاقات بين المواطن ومؤسسات الاستشفاء. كنبداو من الاستقبال، إلا ما كانش الاستقبال في المستوى نبغيو هذا الاستقبال يكون لجميع المواطنين، يعني تكون بطاقة تغطية صحية واحدة، ما كانش الفرق بين الأنظمة، وميجيو الاستقبال ماشي سيكوريتي اللي غي يستقبل المرضى، بل يكون استقبال في المستوى. ثم العمل على وضع ضوابط قانونية وتنظيمية لمراقبة أثمنة الأدوية لأنها تبقى مكلفة رغم المجهودات اللي دارت في هذا. كما يتعين وضع استراتيجية للتعويض على اقتناء الأدوية، إحداث دفتر إلكتروني وتعميمه على جميع المؤمنين، مدونة التعاضد اللي هي حبيسة بمجلس المستشارين، مستوى التمويل خص إحداث موالد أخرى كالضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية الغازية والسكرية على السجائر، كذلك على أرباح الشركات لتصنيع الأدوية، ويدعو بجانب الوقاية السيد الوزير، لأن هي اللي غتحد من ارتفاع الأمراض المزمنة والخطيرة. ونختموا بأنه ما يسمحش الوقت بشرط لكل شيء، لذلك أود أن أختم هذه الكلمة بالتأكيد على الحكامة
سيد رئيس الحكومة الحكامة والتخليق في إطار الرفع من كل رهانات هذا الورش في شموليته وفي تحديد ركنه الأساسي المتعلق بالصحة العمومية ونهيو الموارد البشرية اللي هي خصا عناية خاصة وتحفيز كامل. شكرا سيد الوزير. شكرا شكرا سيد النائب. الكلمة الآن لسيد النائب علال العمراوي باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. غائب. ود القبيلة مرحبا بك. شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، السيد وزير الدولة، السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. تلقينا باعتزاز كبير جدا كما عموم الشعب المغربي القرار الملكي الحاسم بتعميم الحماية الاجتماعية واللي كيشكل بحق ثورة اجتماعية انتصر فيها ملك البلاد للمواطنين البسطاء وللطبقة المتوسطة، لا سيما في هذا الوقت هذا اللي تتميز بالتقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة. بلادنا اليوم في حاجة إلى إحداث إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حالياً للضمان الرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. نعم، أخيرا تم اعتماد القانون الخاص بالسجل الاجتماعي. نتمنى أن الوعد الذي تم وضعه بإخراجه للوجود في غضون سنتين سيتم الوفاء به. لقد أعلننا منذ البداية في الفريق الاستقلالي عن دعمنا المطلق لهذا المشروع الملكي الاستراتيجي وغير المسبوق وانخراطنا الكامل لحسن تنزيله على أرض الواقع مع ضرورة الانتقال إلى منظومة الاستثمار الاجتماعي، منظومة توفر شروط التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتخلق الازدهار الذاتي لكل الفئات الهشة والفقيرة وارتقائها اجتماعيا ويؤدي إلى تحسين الطبقات الوسطى وتوسيع شرائحها، وذلك من خلال الصحة والمدرسة والتكوين مدى الحياة وإرساء الإنصاف الضريبي الذي يعيد توزيع ثمار الثروة الوطنية وإصلاح شمولي لأنظمة التقاعد إلى جانب اعتماد مخطط خاص لإدماج القطاع غير المنظم وغير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني وسن سياسة تشغيل ناجعة مما سيساهم في ديمومة خدمات صناديق الحماية الاجتماعية. السيد الرئيس، راه الديمومة ديال هذه الصناديق هو أكبر تحدي غادي تواجهه المغرب. الحكومة قالت خصنا 50 مليار بالنسبة لهذه السنوات الأولى دون دراسات أكتوارية ودون يعني دراسات الجدوى المالية، ما عرفناش من جابت هذا الرقم، ولكن راه الديمومة والاستدامة ديال هذه الصناديق هذا لأن هذا ورش كبير جدا هو أكبر التحديات التي سيواجهها المغرب في التنزيل ديال هذا الورش الكبير جدا. من منطلق حرصنا على نجاح هذا المشروع الملكي الاستراتيجي ومن منطلق معرفتنا الدقيقة بالإكراهات الحقيقية المطروحة وبحجم التحديات المطروحة حتى لا تتكرر الأخطاء البنيوية التي سقطت فيها الحكومة بمناسبة تنفيذ نظام المساعدة الطبية الرميد اللي تحول بدون الاهتمام بضرورة إصلاح أعطاب المنظومة الصحية إلى مجرد بطاقة عمليا بحال هذيك شهادة الاحتياج ولات هذيك البطاقة ديال الرميد، لأنه تم بيع الأوهام والرفع من الطلب دون أدنى انعكاس إيجابي على الصحة العامة أو الشعور بالأمن الصحي بالنسبة للمواطن. إعادة ثقة المواطنين في السياسة الاجتماعية ضروري لإنجاح هذا الورش الملكي الكبير. لكل هذه الاعتبارات فإننا ننبه الملاحظة التالية والتي استأثرت بالرأي العام الوطني. ما يقلقنا هو أن نجاح هذا المشروع يتطلب تدبيرا استراتيجيا لعشرات الأوراش التي ينبغي فتحها في وقت متقارب، ولكن أهم ورش بالنسبة لنا هو ضرورة إعطاء الأولوية القصوى للاستثمار في الرأسمال البشري في مجال التكوين والتحفيز باعتباره ثروة يجب تثمينها كرصيد وطني يعول عليه إبان الأزمات. ماشي معقول أنه
الأجر ديال الطبيب عندنا هو 8500 درهم، ماشي معقول أن أجرة الطبيب المقيم ما كتفوتش 40000 ريال. 8000 طبيب كيشتغلوا بالخارج كلهم جلهم تلقوا التكوين ديالهم هنا في المغرب. أشنو قامت به الحكومة لتحفيز هؤلاء على العودة لأرض الوطن من أجل العمل به والاستقرار به بشكل دائم. حجم الخصاص مهول، ولا نحتاج لنذكركم السيد الرئيس رئيس الحكومة المحترم أن الحكومة لم تتوفق في تحقيق مشروع استراتيجي أساسي تبنته الحكومات السابقة يتعلق بتكوين 3300 طبيب سنويا. مما يؤزم الوضع أن ما قامت به وزارة الصحة مؤخرا بتقليص عدد المستفيدين من الاختصاص وفضلات خيار طب الإقامة غير التعاقدية، وهذا كذلك قرار يؤثر سلبا على تغطية الحاجيات من التخصصات الطبية في المستشفيات العمومية. لا يجب على الحكومة رفع يدها عن القطاعات الاجتماعية أو تنزيل التعاقد بقطاع الصحة كذلك. عرفتي مع من كيتعاقدوا دابا الأطباء؟ كيتعاقدوا مع ألمانيا، لأنه مع الأسف تم تحطيم رقم قياسي مؤلم فلم نعرف قط من قبل الهجرة ديال الكفاءات الطبية كما عرفناها في السنوات الأخيرة. يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار وتقول لنا شنو هو السياسة ديالها في هذا الإطار هذا من أجل حد النزيف ومن أجل إرجاع الطاقات اللي مشات واللي كتمشي سنويا. نعم إننا في حاجة ماسة إلى موارد بشرية ولو أجنبية، لكن هذا لا يعفي الحكومة من مسؤولية تاريخية. فانفتاح باب مزاولة الطب من طرف الأجانب يجب أن يرافق بتعزيز تكوين لسد الخصاص الحاصل، على اعتبار أن الاعتماد على العنصر الأجنبي ينبغي أن يكون هدفا مرحليا وليس ذا بعد استراتيجي. ما خصناش حنا نكونوا فرنسا وألمانيا ومن بعد نمشيو ونقلبوا على الموارد البشرية في السنغال وفي الصين وفي أوروبا الشرقية، هذا غير معقول وغير مقبول. نعم إن فتح باب الاستثمار في القطاع الصحي أمام الأجانب على غير القطاعات أخرى أمر مستحب، لكنه يجب أن يكون فرصة لتقليل الفوارق المجالية، لتقليص الفوارق المجالية، خاصة ونحن نعيش تبعات عدم توفق الحكومة في تنزيل مضامين القانون الإطار 34-09 خصوصا فيما يخص الخريطة الصحية والخصاص المزمن الذي تعرفه مناطق يعني كبيرة في المغرب. هرمنا والخريطة الصحية لا زالت في خبر كان السيد رئيس الحكومة. الاعتماد على الميل في الرقمي الطبي الرقمي المشترك للمريض باش نقلصوا هذيك القضية ديال عدد الفحوصات المتكررة والزائدة شيء محمود ونصفق له، ولكن راه في غياب التنسيق ما بين المتدخلين قطاع عام وقطاع خاص، يعني خصوصا مختبرات التحاليل الطبية ومراكز الفحص بالأشعة والصيدليات وغيرها، ما يمكنلوش لما كانش هذا الشيء ما يمكنناش أننا نتوفقوا في هذه الورشة. هذا خصنا من اليوم تكون عندنا منظومة معلوماتية مندمجة كاملة متكاملة مع رهينة توظيف الإمكانيات اللي كيتيحها الطبيب عن بعد والذكاء الاصطناعي. كيف يمكن التغلب على الفاتورة المرتفعة للأدوية بمنظومتنا الصحية بدون سياسة دوائية تلبي الحاجات الصحية والاقتصادية، بإحداث وكالة مستقلة لضبط وتقنين قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية؟ الدواء في المغرب مازال غالي، تشجيع استعمال الأدوية الجانسة هو وسيلة لتجاوز هذا، ولكن خصنا نعطيهم الضمانات الضرورية، نديروا هذه القضية ديال البيو إيكيفالونس لجميع الأدوية المرخصة في المغرب، وراه شفنا كيفاش أنه الصناعة الدوائية الوطنية كيفاش التشجيع ديالها أدى يعني حل الكثير من المشاكل. سيد رئيس الحكومة، لأن هذا مشروع ملكي استراتيجي جاء ليعوض سنوات عجاف من الإخفاق الملحوظ في القطاع الاجتماعي، فإن قلقنا كبير في الفريق الاستقلالي من أن يلقى على مستوى التنزيل والتنفيذ نفس مصير عشرات المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي ضاعت في غياهب التطاحن الحكومي والصراع الانتخابوي. لذلك يبقى أملنا كبير في أن تفرز الاستحقاقات المقبلة حكومة قوية ومتجانسة وشجاعة لتجعل من هذا المشروع الملكي حقيقة ملموسة دون أخطاء تدبيرية ولا صراعات سياسوية غير مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد النائب. سي عبد الله ما تيتوجهش ليك، تيتوجه للمستقبل. الكلمة للسيد الرئيس محمد مبدع باسم الفريق الحركي.
سيد رئيس، سيد رئيس الحكومة المحترم، السيدة والسادة الوزراء، حضرات السيدة والسادة، وللسيد رئيس الحكومة شكرا على الحضور، شكرا على هذا العرض الذي تناول موضوع هام وقوي. كنت أتمنى حضور كل الوزراء ذوي الصلة بهذا الموضوع الهام، أتمنى أن يكون المانع خيرا. وهنئ الحكومة والمغاربة على صمود أمام جائحة كورونا، ونتمنى الله يفرج الأمور. السيد رئيس الحكومة، اعتماد بلادنا لنظام متطور وشمولي للحماية الاجتماعية يعتبر تحولا مهما، أولا لصون كرامة وتحقيق التنمية المتوازنة بين الفئات الاجتماعية وبين المجالات، وثانيا يحقق ثورة ضد الهشاشة والفقر. سيد رئيس الحكومة، إذن نحن على موعد مع عقد اجتماعي جديد يكرسه هذا المشروع المجتمعي الوطني الكبير وغير مسبوق كما جاء في تقديمكم. مشروع ارتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما تم تحديدها من طرف جلالة الملك حفظه الله. أولا، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لتشمل 22 مليون مستفيد، وهذا رقم قوي. تعميم التعويضات العائلية لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس. توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين من الساكنة النشيطة. تعميم الاستفادة من فقدان الشغل من خلال تبسيط شروط الاستفادة وتوسيعها. إذن السيد رئيس الحكومة، نحن أمام ورش كبير جاء في وقته بالنظر لكون منظومة الحماية الاجتماعية كانت تعرف نقصا ومشاكل بنيوية كبيرة جدا، وجاءت جائحة كورونا لتعقدها. اليوم هذا المشروع جاء في وقته. الرهان اليوم السيد رئيس الحكومة، ونحن على مشارف نهاية الولاية الحالية، يجب أن يصب على الالتزام بالآجال التنفيذ وباستحضار مختلف النواقص والعثرات والاختلالات البنوية التي تشوب هذه المنظومة. الأمر الذي يستدعي في تقديرنا مجموعة من الشروط والإصلاحات، وعلى رأسها تأهيل المنظومة الصحية. المنظومة الصحية السيد رئيس الحكومة المحترم اليوم أبانت عن هشاشتها بشكل كبير، وقد عرضت جائحة كورونا هذه الهفوات. اليوم السيد رئيس الحكومة، نحن مطالبون كلنا بتضافر الجهود لكي نتدارك هذا الخصاص، خصوصا في البنيات التحتية، نقصان الأطباء، نقصان الممرضين، نقصان في المستشفيات، وتعثر في عدة مشاريع. نتمنى أن نتدارك هذا الأمر. فيما يخص الأطباء والممرضين، نحن من بين الدول الأقل نسبة تغطية من طرف التأطير الطبي والتمريضي، في حين أن نسبة كبيرة من الأطباء اللي تكونوا في المغرب كيشتغلوا في الخارج. هذا أول ورشة السيد رئيس الحكومة، وجاء في الكلمة ديالكم باش كيفاش يمكن لنا نشجعوا ولادنا اللي تكونوا عندنا في المغرب ومشاو تلبيوا رغبات وخدمات لدول أخرى، وحنا محتاجين ليهم اليوم. اليوم السيد رئيس الحكومة، خاصنا نشجعوا الأطباء باش يشتغلوا في المناطق النائية بطرق تحفيزية. راه واخا كتكون البنية التحتية وتيكون الطبيب، تيكون السبيطار ما تيكونش فيه الدواء، تيكون الطبيب تيخدم نهار وكيمشي في حالو، تيخدم واحد الممرض ما معاونينوش ما مشجعينوش
باش يبقى في ذاك الدوار ولا في ذاك المنطقة النائية. بغينا فعلا اللي كانت الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية تساوي المغاربة اللي مشى يداوى في الجبل ولا في الدوار بحال وبحال اللي مشى يداوى في واحد المستوصف كاين في أكدال ولا في أي حي من أحياء الدار البيضاء. هذه هي المساواة الحقيقية. تيمكننا نبنيو، تيمكننا نشيدو، تيمكننا نجهزو، ولكن الجودة ديال الخدمات خاصها تكون متساوية. ولما لا السيد رئيس الحكومة ما نشجعوش شيء التوظيف الجهوي؟ غادي نسدوا الخصائص اللي كاين، وغادي كذلك نوفروا فرص الشغل للشباب اللي كاين في هذه المناطق هذه، وربما هذا الشباب غادي يقدر يصبر في هذه المناطق النائية اللي كان يعني نعينوا فيها ناس من المدن. وعلى سبيل المثال السيد رئيس الحكومة، كان عندنا واحد البرنامج ديال الأراميد، خاصنا نستافدوا من الفوائد ديالو ونستافدوا من يعني من نقاط الضعف ونقاط القوة كذلك. فكانت البطاقة ديال الأراميد لا يسمح بها إلا ديك الوصفة اللي تكتب لك الطبيب. تمشي تشري الدواء لاصك، تمشي دير التحليلات لاصك، الموعد ما تيجي لها واحد المده طويله. هذه كلها واحد المعطيات خصنا ناخذها بعين الاعتبار السيد رئيس الحكومه باش نجحوا هذا الوصل الكبير اللي عاقدين عليه واحد الرهان. ثانيا بغيت كنسال السيد رئيس الحكومه حول اشياء الامكانيات اللي بغيتوا تعملوا للتطوير ولاعاده يعني تاهيل صناديق التقاعد. اللي صندوق المغربي للتقاعد عنده واحد الديمومة محدودة، اش هما الآليات السيد رئيس الحكومة هو وصناديق أخرى اللي اش غادي نعملوا باش يمكن لينا يعني نضمنوا الديمومة ديالهم وصناديق ديال التقاعد، واحد الآلية حقيقية لإنجاح هذه المنظومة ديال التغطية الاجتماعية. بقى لي يعني واحد النقطة واحدة، هي مع الأسف هذا الشيء اللي وصلت له المنظومة الاجتماعية اليوم هي تراكمات، بحيث لم تخصص الحكومات السابقة إلا 6% من الناتج الداخلي الخام، في حين أن دول مجاورة تخصص أكثر من 20%. اليوم منظمة الصحة العالمية توصي على الأقل ب 12%. رغم هذه المجهودات سنبقى بعيدين على الممتغى، ولكن الحمد لله إلى أن نجحنا هذا المشروع هذا غنكونوا في مستوى طموحات الشعب المغربي والفئات العريضة التي تعاني الهشاشة والفقر. وشكرا لكم جميعا، ورمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد. شكرا. شكرا شكرا للسيد الرئيس. الكلمة على كلين السي عبد الله، قراءة الأرقام تختلف من مدرسة إلى مدرسة. الكلمة الآن للسيدة النائبة السعدية بن السهلي باسم الفريق الاشتراكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس المحترم، السيد رئيس الحكومة المحترم، السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون، بالتأكيد أننا كنعيشوا واحد اللحظة مفصلية في تاريخ بلادنا، وبالخصوص في تاريخ السياسة العمومية والاجتماعية بالخصوص. كنأكدوا على أهمية كفريق اشتراكي على أهمية هذا الورش الملكي الكبير، وعلى الضرورة الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، بالنظر لأن الحماية الاجتماعية كنعتبروها في منظورنا الاشتراكي الديمقراطي أنها حق من حقوق الإنسان. الدستور أكد على هذا الحق الاجتماعي واستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الاستفادة من هذا الحق. كنذكروا بأن بلادنا فعلا ونحن نعيش في ظل الجائحة وتداعياتها وإكراهاتها وصعوباتها الاقتصادية والاجتماعية، كنذكروا بأننا قطعنا أشواط مهمة
كانت واحد الجبهة مجتمعية متراصة، ولكن كانت واحد الإرادة عليا، واحد المبادرة جريئة غير مسبوقة لجلالة الملك في احتواء هذه الأزمة. وبالتالي تم إطلاق مشاريع استراتيجية كبيرة، صندوق محمد السادس للاستثمار، تضامن الاجتماعي المجتمعي، وجاء هذا القانون المؤطر للحماية الاجتماعية اللي اعتبرناه كاشتراكيين كنآمنوا بالإنسان وبالقيم الإنسانية، وكنآمنوا بالأدوار الاجتماعية، وبأن ما يمكنش تكون تنمية كيفما كانت طبيعتها، ما يكونش إصلاح حقيقي تربوي اقتصادي سياسي مؤسساتي من دون الارتقاء بالفرد والمجتمع، من دون إعطاء أولوية للجانب الاجتماعي، من دون مواجهة مساحات الفقر والهشاشة والإقصاء، وبالتالي تمكين الأسر المعوزة، تمكين دوك العمال والأجراء ودوك النساء اللي كيشتغلوا في التعاونيات وفي الحقول وكيشتغلوا في مهن ضعيفة ومحدودة في على مستوى الدخل ديالها، ولكنها قاسية على مستوى الحياة اليومية ديال هاد الأجراء، قاسية لأن فيها اختبار للكرامة، كرامة العيش ما كيناش. احنا ماشي في مجال دابا ديال نستعرضوا اشني اللي درنا في الحكومة او شنا هي الحصيلة ديال الحكومة. احنا مع المغاربة الآن، احنا مع المغاربة اللي تلقوا هاد المبادرة الجريئة، تلقوها بواحد الفرح عارم. المبادرة اللي هي فعلا كما قال رئيس الحكومة هي ثورة اجتماعية هادئة، ثورة اجتماعية هادئة، خصنا نعرفوا كيفاش نقراوها. ثورة اجتماعية كتقول لنا أن السياسات الاجتماعية السابقة هي سياسات مترهلة محدودة، وأن الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية اللي كانت مشتتة غير ذات أثر. جلالة الملك في أحد الخطابات اللي كيقولها وقالها في أحد الأحداث خاصة عيد العرش أتذكر، قال بأن لماذا كثرة المشاريع والبرامج والسياسات من دون أثر على المواطن؟ علاش المواطن ما كيحسش بانتمائه للوطن؟ علاش المواطن كيحس أنه محقور؟ علاش الأطباء والكفاءات كيهاجروا بلادنا؟ واش كتسألوا على أن هذه المؤشرات بقدر ما هي صادمة، بقدر ما أن كلفتها باهظة على الاقتصاد، كلفتها باهظة على الاستثمار في الإنسان المغربي. اليوم خص تكون عندنا الجرأة باش نقولوا للمغاربة ها هو دفتر التحملات ديالنا، كيفاش خصنا ننزلوا هذا الورش الكبير، كيفاش خصنا نقطعوا مع السياسات الترقيعية، كيفاش نحولوا هذا الحق ديال الحماية الاجتماعية من حق يأخذ شكل إحسان وصدقة إلى حق مؤسس كيحس فيه الإنسان المغربي بالاعتزاز. راه الوجه الثقافي لهذه الثورة هو أننا أمام دولة اجتماعية راعية تعيد الاعتبار للإنسان المغربي، وكتصل له كرامته، وكتقول له من حقك أنك يكون عندك قانون كيحميك في الشغل. بزاف ديال العمال ما عندهمش، ما كيخضعوش لقوانين الشغل، بزاف المقاولات ما كتحملش مسؤوليتها الاجتماعية على أنظار الحكومة والمسؤولين المباشرين، وحنا بقينا ساكتين على هذا الشيء. كورونا شكرا لها فضحت هذا الواقع، عرت هذا الواقع البئيس وخلخلته، وعطاتنا فرصة على أنه يكون أمامنا هذه المشاريع الكبرى. إذن ما العمل؟ ما العمل اليوم؟ خصنا نعطي واحد الأجندة واضحة فعلا المنظومة الصحية أو أي تطور اجتماعي أو اقتصادي إلا ما كانتش المؤشرات الاجتماعية مرتفعة ما غيعطي شي أثر. المنظومة الصحية مترهلة، المنظومة الصحية ضعيفة، رغم نديروا فيها التصحيحات اللي بغى يكونوا، رغم أنه تكون واحد الإرادة سياسية متوفرة باش أننا نأهلوا هذا القطاع الصحي، ولكن المواطن كيعرفوا أكثر منا. المواطن اللي ما كيمشيش للمساحات الخاصة، اللي ما كيأديش من جيبه، المواطن اللي كيمشي للمستشفيات العمومية تيعرف الواقع الصحي
البائس اللي كاين في بلادنا. كيفاش ممكن هذا الواقع الصحي يحمل على اكتافه هذا الورش الكبير؟ إذن اولى الاولويات، اولى الاولويات هو تاهيل هذا المرفق الصحي، اولى الاولويات هو اعاده الاعتبار للموارد البشريه ديال هذا المرفق الصحي، لانها ركيزه لهذا الاصلاح ولهذا التوجه ولهذه الثوره الاجتماعيه والثقافيه الهادئه. إذن فكنعتبر على أن تأهيل هذا المرفق هو ضرورة أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية واستراتيجية. التنزيل الجهوي، احنا غادي في التوجه ديال الجهوية، خصنا التنزيل الجهوي، ما نحلقوش بالناس الفوق ونقولوا لهم احنا غادي نديروا المغاربة خصهم يثقوا، راه منسوب الثقة ضعاف. احنا ما كنديروش هنا المزايدات، ما خاش هاد الورش يخضع للمزايدات وما خص حتى واحد يركب عليه. هذا الورش ديال المغاربه. شكرا لجميع، شكرا للسيدة النائبة. الكلمة الآن للسيد النائب رشيد الحموني باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية. شكرا السيد الرئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، السادة الوزراء، كنشكركم على الحضور ديالكم رغم أن بعض الوزراء تغيبوا اللي هما معنيين بشكل مباشر في هذا الملف ديال الحماية الاجتماعية، وربما لأن ليلة الأمس كانت تصادف ليلة القدر كانوا منشغلين بقيام الليل داعيا الله سبحانه وتعالى باش يغفر لهم ويرحمهم. ولكن سيد رئيس الحكومة وأنت سيد العارفين أن إذا تعلق الذنب في حق من حقوق العباد يخصو يتحلل منه أو يطلب العفو من صاحبي، ما يمكنش ربي يسمح لشي واحد إذا كان الذنب في عدد من عباد الله. وفي إقليم بولمان لهذه الحكومة والحكومات السابقة تعرضت للتهميش بما يكفي، فنحن ما مسامحينش لهاد الناس في هاد الايام المباركه اللي دان الذنب في حق هاد المواطنات والمواطنين، واخرها في الحكومه السابقه وسبق لي ذكرتها في الاسبوع الماضي ولكن ما تلقيت حتى جواب، العمال ديال الغسول سيد رئيس الحكومه اللي تشرطتوا المئات ديال العمال بقرار ديال الشعبويه بقرار ديال نهاء الاحتكار وتشردوا اليوم، حتى واحد ما سول فيهم هذه 7 سنوات اش كياكلوا اش كيشربوا من غير النقابه والسيد العامل والسيد الوالي جزاهم الله خير اللي كانوا كيدبروا هذه المرحله. السيد الوزير والسيد رئيس الحكومه والوزير اللي معني في الحكومه السابقه كنطلب منه باش يتحلل او لا يطلب المسامحه من هذوك العمال او لا تحلوا لهم مشاكل في اقرب وقت، لان هذا كيتعلق بالحمايه الاجتماعيه والحمايه يعني ديال حقوق ديال العمال. السيد رئيس الحكومه احنا اليوم في هذا الورش الكبير ديال الحمايه الاجتماعيه اللي كيقودوا جلالة الملك هو حماية شمولية في الأبعاد ديالها، هي حماية في من عدم الاستقرار، حماية من التسول، حماية من الاستعباد، وحماية من التلاعب بحقوق وكرامة المواطنين. سيد الرئيس الطموح والقناعة كان نجدو يعني وحنا جد مقتنعين أن لا شيء يعارض هذا الطموح والانخراط في هذه الثورة الاجتماعية، ولهذا احنا مطالبين اليوم بتفعيل الشق الاجرائي وهو المهم. السيد رئيس الحكومه انطلقت العمليه ديال الحمايه الاجتماعيه. السيد رئيس الحكومه عرفتوا على جلاله الملك جاب قانون اطار وحدوا بواحد الجدوله زمنيه، لانه كنا صادقنا في 2017 على قانون ديال 95 98 15 من 2017 2017 18 19 20 وحنا في 21 بحرا درتو العدول ودرتو المرويدات ودرتو يمكن على ما اعتقد الجوج ديال الاخر اللي هما فئات قليله والقابلات، حتى 4 سنين لانه كنخلاكم جلاله الملك يمكن هذا ما غتكملوه حتى 2035. هادشي باش حدد الاجال وانتو كتخدموا بهذه السرعه، بهذه السرعه اللي يمكن غادي نديروا شي كسيده في الطريق. علاش؟ لان اليوم هاد مجرد ما السينيسيس تعطي لهذوك الحوانت ديال التسهيلات باش دير الانخراط، هذا مؤشر اللي هو سلبي. انا باغي، انا تاجر جيت باش ندير الانخراط ديالي خصني معامل شكون يهضر معايا،
خصو يقول لي شنو هما الحقوق ديالي وشنو هي الواجبات، ماشي شنو سميتك سميت باك فوقاش زايد الله يعاون سير تخلص. شنو هما شنو سلات العلاجات اللي غنستافد منها؟ واش هاد الكوتيزاسيون اللي غادي نعطى غادي نستافد من التقاعد ولا ما نستافدش؟ اولا تخليهم حتى 2024 تقول لهم زيدوا كوتيزيو على التقاعد. هذاك التعويض ديال الاطفال واش غادي يستافد منه ولا ما يستافدش؟ لان انا ما دخلتليش البالي كيفاش 1000 درهم اربعه الدراري الا خلصوا 300 درهم هي 900 درهم هو كيعطي 1000 درهم وغادي تعوضوا له 1000 درهم. يعني غادي يطالبوا المواطنين من بعد باش غيزيدوا في الكوتيزاسيون. هادشي خصكم توضحوه، هادشي خصو التواصل. شي دوك التواصل اللي كيدار في التلفازه اليوم ديال السياسات راه ما كيفهمش الناس، راه فيها واحد الضبابيه كبيره سيد رئيس الحكومه. شرحوا للناس باش ما يتصدموش غدا بالنتيجه كما تصدموا في الراميد اللي كان كيقول له اللي دخل غيهز البطاقه ويمشي يداوى. اليوم خصكم تواصلوا مع الناس. اليوم بالنسبه للسينيساس عندها لي زاجونس كامله، غدا انا تاجر عندي ورقه فيها 200 درهم ديال غادي نمشي نسافر 300 كيلومتر باش ندفع هذيك الورقه. خص لي زاجونس يكونوا في جميع الاقاليم. حنا في قليب المن اقرب نقطه كتبعد 140 كيلومتر، خصو يهز هذيك الورقه باش يطلع يديبوزيها. واش قادره الاداره تواكب هذا الشيء؟ لان غدا اليوم ما بقاتش فانني شحال نخرطوا، بقات من بعد شنو هي الخدمه اللي غادي تقدموا. اما الانخراط كما دار في الرماد وكل شيء كيتبجا، وصلنا 8 المليون وصلنا 14 وصلنا 15 مقارنه مع الخدمات ما كاين والو. اليوم خصنا تشرحوا لنا شنو هي الخدمه اللي غادي تقدم لهذا المواطن في هذه الكوتيزاسيون اللي غادي تعطى. وهذا دور ديال السينيسيس. المجلس الاداري ديال السينيسيس اللي كينص عليه القانون 95، هذا المجلس الاداري ما كاينش. اليوم الا وقعوا في مشكل شكون غادي يبت؟ فين هو المجلس الاداري اللي كتنص عليه الماده 17 و18 في السينيسيس ديال هاد غير الاجراء؟ مازال ما مديورش السيد رئيس الحكومه. اليوم هي اللي خصها تثبت، ماشي المجلس الاداري الاخر اللي متعلق بالاجراء. اليوم خصكم اول حاجه التعيين ديال هذا المجلس يكون ممثلين ديال هاد النقابات وممثلين ديال جميع الفرقاء. بالنسبه للتوازنات ديال صندوق التقاعد كذلك، رئيس الحكومه ما يجري اليوم على صندوق التقاعد يقدر نفس الشيء غادي يجري على هذا صندوق التقاعد وغدا غادي يستق مفلس. ولهذا خصكم عندكم واحد الرؤيه واضحه سيد رئيس الحكومه. بالنسبه للمنظومه الصحيه اللي جا السيد الوزير في اعاده النظر ديال المنظومه الصحيه واعطى الخطوط العريضه فعلا، ولكن بالنسبه للموارد البشريه سيد رئيس الحكومه، لان سبق بعض المداخلات كيقول لك عطيتو 4000. صحيح ما عمرها كانت عطيتو 4000. واش حلت المشكل؟ كتعطيو 4000 منصب وكتخرج 5000. راه الحل الوحيد سيد رئيس الحكومه، الحل الوحيد سيد رئيس الحكومه هو ان الاجراء اللي جاب البروفيسور الوردي الله يذكره بخير، وهو الخدمه الوطنيه، وجاء في البرنامج الحكومي ديالكم كاين الخدمه الوطنيه الصحيه، ان هذوك الطلبه اللي كيتخرج قبل ما ياخذ الدكتوراه ديالو يمشي يخدم واحد السنه في العالم القروي، هو باش يمكننا تحلوا هذا المشكل ديال الخصاص. راه ما يمكنش تحل مشكل الخصاص الا بهذا الاجراء، وهذا الاجراء جاي في البرنامج الحكومي ديالكم وخصكم تطبقوه، لان ما يمكنش غتقول لي غدا هاد الاطباء بهاد الاثمنه اليوم باش كيتخلصوا يقدروا يمشيوا للمناطق الصعبه. وحنا اللي كننتمي انا واحد الاقليم صعب، اليوم السيد رئيس الحكومه خصك تعرف واحد القضيه، 10 ديال المناصب ثلاثة هاد المرات هما كيلونسيو ديال المباراة، وتا واحد ما بغى يمشي لإقليم بولمان. معطل طبيب معطل كيجي كيقول واش كاينه السكرة كاينه الماكلة فين جا إقليم بولمان؟ لا ما نمشيش. تقريبا هادي عام ونص وهما خاويين هاد لي بوست. ولهذا خاص الإلزامية ديال هاد الأطباء باش يكونوا في المناطق. شكرا شكرا سيد النائب. السيد رئيس الحكومة الكلمة لكم للرد على التعقيبات فيما تبقى من الوقت. لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. شكرا للسيدات والسادة النواب المحترمين على ملاحظاتهم وعلى تدخلاتهم، وإن كان أنا ملاحظة عامة عندي أو أولى. الحكومة قامت بعدد من الأمور في جميع هذه المستويات، لا الحماية الاجتماعية، لا التغطية الصحية، لا المجال الصحي، لا الجانب القانوني، السيد الأمين العام معنا، الأمانة العامة مواكبة، أو الجوانب الأخرى خارج هذا الشيء اللي هي اقتصادية إلى آخره. لا نقول بأننا جميع الاختلالات عالجناها، باقي هناك اختلالات، ولكن ما يمكنش واحد اللي
في الحكومة 30 عام قبل حكومة التناوب وإلى اليوم دائما في جميع الحكومات خصو غير يسكت في الحقيقة. علاش؟ لأن كان من الممكن هو هذا الشيء يقترحوا النهار الأول، يقترحوا النهار الثاني، ودازوا في الوزارات هذا الشيء كامل، دازوا في هذه الوزارات، كان من الممكن وكون داروه. ما تجيش التغطية الصحية حتى لهذه الولاية هذه، مع أنها كانت التغطية الصحية للمهنيين كانت في القانون ديال التغطية الصحية اللي تناقش في 2002 واللي بدات التطبيق ديالو في 2005، ولكن بقى غير في القطاع العام والأجراء، ولم يستطع أحد من 2005 حتى 2017 باش يحط فيه يده ولا صبعه ولا رجله. احتاجت هذه الحكومة عاد طلق هذا الورش، تعطل شوية بست شهور بثمان شهور، أراك أنتم عطلتوا 15 عام، سمحوا لي دابا هذه النقطة الأولى. عاد تاني كاين اللي في الحكومة ماشي 30 عام ولكن 20 عام 18 عام 16 عام، راه كلهم شركاء في السياسة الصحية. الطبيب المتخصص اليوم اللي كيخرج اليوم راه خصو يكون دخل على الأقل هذه 12 عام إلا ماشي 15 عام باش دخل كلية الطب. إذا هذيك الزراعة ديال هذه 12 عام هي اللي كنحصدوا اليوم، ما يمكنش اليوم نخرج الطبيب ندخلو اليوم ونخرجو اليوم. فلذلك الأرقام ديال اليوم مسؤول عليها الحكومات السابقة ماشي الحكومات الحالية. وبالتالي فيما يخص التكوين الطبي أنا شرط لي، قلت لي أول مرة اليوم عندنا برنامج متكامل، خطة متكاملة للتكوين الطبي إن شاء الله غادي تعلن عليه في القريب، في جميع الشركاء دخلوا فيه واندمجوا فيه وغادي نخرجوه. ولكن بالخصوص أريد أن أقول بأن في ظل هذه الحكومة، ظل هذه الحكومة أطلقت أشغال واقتربت أشغال على الأقل 4 المستشفيات جامعية باش تسمو. كاين المستشفى الجامعي ديال طنجة، المستشفى الجامعي ديال أكادير اللي في المراحل النهائية ديالهم، كاين المستشفى الجامعي ديال العيون اللي هو قيد البناء، كاين المستشفى الجامعي ديال الرباط بألف سرير اللي غيتجدد واللي طلقت الأشغال ديالو. وإلا تضافوا هاد 4 المستشفيات، الأربعة المستشفيات اللي أصلاً موجودة حتى هي ديال مراكش وفاس ووجدة والدار البيضاء، غير تكون هذا هو خصنا نسعوا كلية الطب ومزيد من المستشفيات الجامعية باش نكونوا الأطباء. ما يمكنش يكون عندنا عدد محدود من كلية الطب وبغيت نضرب عدد الأطباء على جوج. إذا نحن الآن نبني واحد المستقبل ديال التكوين الطبي اللي غادي يكون واعد في السنوات المقبلة. ما يمكنش غير نبغي نكون 1000 طبيب وندير هكا ونكونها، هذه خطة على المدى البعيد. دابا الحكومات المقبلة الآن عندها إمكانية توسع تتوصل 3000 و4000 طبيب سنويا في التكوين إن شاء الله. إذن هذا شيء مهم جدا وما يمكنش اليوم نزيدوا على هذه القضية، لأن باين الجذور ديالها والأسس ديال النقص ديالها منين جاء، باين واضح. ثانيا كما قال بعض النواب المحترمين الله يجزيهم بخير، أول نقطة حاول نهتم بها هو جوج الأمور، الزيادة في المناصب المالية والزيادة في الميزانية ديال وزارة الصحة. وغير صحيح أن المناصب المالية أن المتقاعدين الناس اللي كيوصلوا سن التقاعد دابا أكثر من المناصب المالية، غير صحيح هذا الشيء بالحساب إلى آخره، غير صحيح. الآن المناصب المالية المرصدة للصحة منذ سنة 2018 4000 منصب، ومن قبل كانت كتروح بين 1000 و1700 طيلة العشرين سنة الماضية، أما قبل كانت أقل من ذلك بكثير. لأول مرة وصلنا 4000، الآن سنة 2021 شحال؟ 5500 كتوقعوا لي في قانون المالية، 5500 غير مسبوقة، وذلك باش نوفروا هذه الإمكانية ديال تطوير الموارد البشرية داخل قطاع الصحة. والميزانية راه غير من 2014 ل 2021 انتقلت من 13 مليار تقريبا ل 2021 20 مليار بزياده تفوق 53% من الميزانيه. هذه البدايه، طبيعي الميزانيه خصها تطبق وخصها تنزل. انا متفق مع السيدات والساده النواب المحترمين على القضيه ديال الموارد البشريه والاهتمام بها، ولذلك اشرت اليها وقلت راه غادي نديروا تعديلات جوهريه فيما يخص هذه القضيه ديال الموارد البشريه في الصحه، وسنعمل ان شاء الله على أن ننطلق في هذا المجال. وستدرس الحكومة في الأيام المقبلة إن شاء الله مشروع القانون الذي تحدثت عنه، مشروع القانون 31-13 المتعلق بممارسة الطب، والذي سيتضمن مجموعة من المقتضيات
لحث الأطباء المغاربة الممارسين بالخارج للعودة إلى أرض الوطن والعمل هنا في أرض الوطن، لأن تخص فيه إجراءات خاصة، أنه الطبيب اللي دوز 20 سنة 15 سنة ممكنش تعمل معاه بحال يلاه أول مرة غيدخل الوظيفة العمومية، فلذلك هذا يحتاج إلى مقتضيات خاصة، هذه لأول مرة غادي يدار، وأيضا سيضمن مقتضيات للانفتاح على الكفاءات الأجنبية، وبطبيعة الحال إجراءات عديدة تحدثت عنها بما فيها الوظيفة الجهوية وأيضا الوظيفة الصحية، الوظيفة الصحية كلها وطنيا وأيضا التوظيف الجهوي على مستوى الصحة باش يمكن نتفاداو داكشي اللي قال السيد النائب المحترم من أنه كاين مناطق اللي خصني نمشي ليها كدار ليها مباريات خاصة، يمكنش الواحد يدوز المباراة وطنية ويبغي غير يبقى في الدار البيضاء، ندير مباريات جهوية وبالتالي غادي يولي غادي يدوز مباراة في جهة غادي تكون مضطر أن يشتغل في تلك الجهة، وذلك إنصافا هذه إنصافا لهذه المناطق البعيدة، إنصافا لها وإنصافا للمناطق الجبلية والقروية وغيرها. فيما يخص الإجراءات الأخرى التي قمنا بها في قطاع الصحة وهي كثيرة جدا، دعما القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين، ما خصناش ننساو بأنه في ظل هذه الحكومة من 2017 حتى 2020 تخفضت الأثمنة ديال 1500 دواء، راه المرض يمكن نقيلو كنقيلو نرسلو القرارات ديال السيد وزير الصحة القيلوت كتنشر ويمكن جمعوها اللي منشورة ويمكن أن نطلع على عدد الأدوية والنسبة ديال التخفيض في الأثمنة ديال الأدوية. لكن أيضا اقترحت الحكومة وأنتم صادقتم في قوانين مالية على الإعفاء من القيمة المضافة، من الضريبة على القيمة المضافة ل 574 دواء يتعدى سعره 962 درهم خلال الفترة 2018-2020. جينا واحد المرة قلت جميع الأدوية اللي كتجاوز واحد الحد معين ديال الثمن وبالنسبة لدواء السرطان بالنسبة لمجالات معينة وزيلت الضريبة على القيمة المضافة عنها، مما أدى إلى تخفيض ثمنها بشكل كبير، غادي يمشي 20% هذيك الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا تخفيف كلفة الفاتورة الطبية عن طريق تعزيز استعمال الأدوية الجنيسة اللي درت فيه جهود، باقي خصنا نديرو جهود صحيح، ولكن ما نساوش بأن الحصة في السلة الدوائية الآن ديال الأدوية الجنيسة انخفضت من 39% سنة 2019 إلى 30 انخفضت من 39 إلى 30% سنة 2021، وأيضا ارتفاع ملحوظ في عدد الأدوية التي يتم التعويض عليها في إطار التأمين الإجباري عن المرض باش يوصل إلى 4600 دواء لأول مرة في تاريخ المغرب. فهذه كلها جهود ما كافياش، باقي هناك نقاش، بالمناسبة وزارة الصحة الهيئات المدبرة وأيضا الوكالة ديال التأمين الصحي راه هناك نقاش لتطوير هذه الجهود باش نديروا ما هو أحسن إن شاء الله. فيما يخص تدبير الجائحة، أنا واحد القضية ما فهمتهاش، جميع العالم يهنئ المغرب بما فيه منظمة الصحة العالمية هنت المغرب رسميا في راه باقي الآن تلقاوها في مواقع التواصل الاجتماعي ديالها في الفيسبوك في تويتر، غادي تلقاوها في الموقع ديالها، هنت المغرب لأنه من الدول التي استطاعت أن تدبر بنجاح فترة الجائحة، ويجي نائب كيقول لي التدبير الفاشل للجائحة، شو ما عليكم؟ صحيح يمكن تقول لي ماشي الحكومة بوحدها اللي دبرت، ما كاين مشكل، دبروا معنا كثير من الشركاء والمتدخلين وأنتم ما تبرطوش، ولكن ساعدتم وساهمتم من خلال المصادقة على مشاريع قوانين ومن خلال الأسئلة راه حتى هي كتعاون والنقاش حتى هو كيعاون. لا يمكن أن نقول العالم كله يشهد بأن المغرب دبر الجائحة بطريقة ناجحة، والحمد لله اليوم 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 عدد الحالات عندنا وعدد الحالات الحرجة ونسبة الملء غير في رمضان نقصت من 14% قبيل رمضان باش نوصلوا دابا اقل من 9% نسبة الملء ديال المستشفيات ديال الإنعاش، غير هذه بوحدها راه تدبير جيد للجائحة. كيفاش هذه القضية وحنا كنشوفوا دول اخرى كتسد ودول اخرى نسبة الملء طالعة عندها والمستشفيات ديالها ترهقات، دول اخرى حارت في كيفاش غادي تقولوا ما دبرش. وانا دائما اقول بان تدبير المغرب لهذه الجائحة منذ سنة وربع تقريبا كله قصص نجاح، success story، كله قصص نجاح من البداية إلى اليوم، قصة نجاح تبعني قصة نجاح
ما عرفتش غادي نقول لكم أنتم الفاشلون لأنكم لا ترون هذا النجاح. أو أنا أقول لك ما غادي نقول لك، ما عندي ما نقول لك من غير هذا الشيء، غير معقول. وأيضا واحد آخر كيقول نحن على وشك انهيار اجتماعي، شو ما عليكم؟ وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط اللي هي جهاز وهيئة مستقلة عن الحكومة، واللي كان دائما الحكومة السابقة كتشكي من الأرقام ديالها، هيك عقلتوا فاش كان الشكوى من الأرقام، وكانت بعض النقاشات مع وزارة اللي كيقول لهم كتنقصوا الأرقام ماشي دقيق إلى آخره، كلها أنصفت المغرب وأنصفت الحكومة، لأنه هي كتدبر على الأقل جزئيا وخير 50% بعدا، أنصفت المغرب من خلال الإحصائيات اللي دارت على أن الإجراءات اللي درت في مواجهة جائحة كورونا، وخصوصا الدعم المالي المباشر ودعم المقاولات وعدد من الإجراءات الأخرى، أدت إلى تخفيض الهشاشة ونسبة الفقر عما كان في البلدان الأخرى وعما كان متوقع مع الجائحة. فساهمت الإجراءات الحكومية في هذا، هذا شيء منشور ماشي كنخترعه. وأيضا فيما يخص البطالة، البطالة قبل الجائحة كانت في انخفاض، راجعوا تقارير دي منظمة ديال المندوبية السامية للتخطيط، من 10% ل 10.4% 9.8% 9.2% سنة 2019، ثم بعدها ارتفعت ماشي في المغرب بوحده، ارتفعت في العالم كله. بمناسبة هذا الشيء ديال الأرقام ديال البطالة في العالم كله مرتفعة، في تونس 26%، في إسبانيا 16.2%، في تركيا 14%، في الجزائر 14%، في المغرب 11.9% في التقرير ديال 2020، آخر 2020. وكان من الممكن أن تكون أكثر بسبب الجائحة، وفي جميع الدول ربع الدول المتقدمة رجعت وصلت أرقام فلكية نتيجة الجائحة. استطعنا أن نتجاوز هذا الارتفاع الكبير، بقى ذاك الارتفاع نتيجة الجائحة. إلا بغيتوا حتى حنا تحولنا الجائحة، حتى حنا نتحملوا، هذه الحكومة مسؤولة حتى على ثقب الأوزون وعلى جميع ما يقع في العالم. ما يمكنش، الجائحة هذا حدث عالمي نحن ندبر تداعياته، ولكن هذاك التدبير ديالنا ديال التداعيات ديالو أدى إلى تقليص التأثيرات ديالو الاجتماعية، تقليص التأثيرات ديالو الصحية، تقليص تأثيراته الاقتصادية. والآن آخر الإحصائيات ديال مذكرة الظرفية لاندو كونجونكتور، مذكرة الظرفية أنا رجعتها باش تشوفوا بأنه في هذا الربع الأول أو الثلث الأول، الربع الأول يناير فبراير مارس من 2021، تحسنات المؤشرات أحيانا حتى بالمقارنة مع الربع الأول من سنة 2020، بعضها ما تحسنش، باقي ما وصلناش 2020 لأن قبيل الجائحة هذيك ثلاث شهور الأولى، ولكن تحسننا بالمقارنة مع ثلاث أشهر الأخيرة من 2020 نسبيا. صحيح ما يمكنش نحسنوا كل شيء مرة واحدة، كان ديروا جهدنا وقلبنا على يدينا وعلى بلادنا، كان ديروا جهدنا كله، والحمد لله بلادنا الحمد لله استطاع أن يدبر هذه المرحلة بتدبير جيد وتدبير حسن، تفادينا فيه الأسوأ. احنا بقي عندنا الوفيات إلى الآن ولكن الحمد لله قليلة، الله يرحم الجميع، ولكن الدول الأخرى كتشوفوا كيفاش حال كيجمعوا ديال الوفيات وشحال كيحسبوا، الحمد لله. وبالمناسبة مرة أخرى أريد أن أؤكد الإجراءات اللي درناها بمناسبة رمضان أثبتت الأرقام وأثبتت الوقائع وأثبت ما يقع في بلدان أخرى أنها في محلها وأنها صحيحة. تقلقوا عليها بعض المواطنين صحيح، وأنا محتارم القلق ديالهم، كانت بعض ردود الفعل وإحنا محتارمين ردود الفعل، ولكن مهم هو النتيجة، نحمي المواطنين ديالنا والمواطنات ديالنا والمستشفيات ديالنا والبنية الصحية ديالنا، هذا هو المهم. لأن إذا كانت المستوى الصحي ولا النتائج الصحية سيئة جدا، ما بقى اقتصاد ما بقى اجتماع، غادي يقول واحد كيحس بغير واش با واش مو واش خو إلى آخره. الحمد لله الآن نحن مطمئنين، وعموما المواطنات والمواطنين كيعيشوا حياة اجتماعية شبه عادية، حياة اقتصادية شبه عادية، بسبب وبفضل الحمد لله هذه الإجراءات، بفضل الله قبل ذلك وبعده. لا يمكن إلا أن نتمن داكشي اللي قالوا بعض الإخوان، حنا ضد ماشي غنتعاملوا مع المواطنين بالمقاربة الإحسانية، ولكن عندما يصدر قانون فيه دعم اجتماعي معين هذا ليس مقاربة إحسانية. دابا غادي نحولوا، غادي يقولوا لي التعويضات العائلية هي راه كانت تعطى لهم، ليست واحد القسط
ديال المواطنين واحد الفئات راه الدوله هي اللي غيتخلص لهم التعويضات العائليه، لانه هما ماشي في السينساس، ماشي في الكمام، ماشي في شي اسمو، شكون اللي غادي يخلص؟ الدوله غيتخلص. هذا الى صدر بقانون يصبح حقا للمواطن كيشدوا بكرم بكرامه وكيشدوا وراسه مرفوع، لان هذا دخل في واحد الاجراء قانوني قانوني ديال التضامن بين المغاربه. ولكن القفف والاكراميات بمناسبه الانتخابات هذا انا متفق معكم، انا انضم اليكم في استنكاره وفي رفضه الان ومستقبلا، لانه لا يليق بكرامه المواطنات والمواطنين، وليس في مستوى مغرب اليوم ولا في مستوى ما ننتظره من ان تكون الانتخابات المقبله ان شاء الله نزيهه، هذا الشيء اللي كنتمناه الى اخره. فيما يخص هذه القضيه، اخر نقطه فيما يخص هذه القضيه ديال الناس ديال المهن المهنيين اللي مسجلين في هذه المساهمه المهنيه الموحده واللي جات في القانون ديال 2021. هذا اول نموذج، لاول مره غيطبق هذا النوع ديال النموذج، وراه تم بعد نقاش وبعد تفكير باش ندير واحد ابداع، لان هؤلاء الناس لكونهم مهن بسيطه قليله عندهم صعوبه باش يديروا المساهمه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا في التامين الصحي في مستوى المساهمه ديال الاجراء ولا الموظفين اللي عندهم نسبه معينه الى اخره، الا جينا نطبقوا عليهم داك الشيء ما يقدوش عليه. فلذلك خصنا واحد النموذج اللي يخفف عليهم. هذا نموذج ابدعته هذه الحكومه، وخرج بالمناسبه خرج من المناظره الضريبيه اللي عقلته بمساهمه المهنيين انفسهم كانوا حاضرين تما. هذيك المناظره كان هذه الفكره طرحت عليهم تناقشت صادقت عليها تلك المناظره ديال الجبايات اللي تمات. فخرجنا هذيك الفكره، ومن بعد دخلت قانون الماليه ديال 2021، بمعنى راه خصها واحد شويه الوقت، النهار الاول راه ما كانتش باينه باش نديروا هذا النموذج كيخفف على هاد الناس باش تكون المساهمه ديالهم بسيطه جدا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذيك المساهمه ديال الصندوق الضمان الاجتماعي باش نخففوا عليهم، جمعنا لهم هذوك المساهمات الثلاث كلها مره واحده او ثلاث مرات في السنه، واخا هي مره واحده في السنه ولكن يخلصوها على ثلاثه ديال الاقساط. فلذلك هذا تخفيف، لان احنا كنفكروا في هاد المهنيين حتى هما باش يولجوا التغطيه الصحيه باش تكون عندهم من بعد التقاعد في مرحله اخرى، ولكن دابا بعدا يولجوا التغطيه الصحيه. واستجابه لما قال هو السيد النائب من انه في اقليم بعيد كانوا الى اخره، داكشي علاش درت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دار انه مختلف الشركاء بحال دابا البريد بنك فيما عنده اسمه راه غادي تكون امكانيه تما يخلص، او هيئات اخرى ديال التامين او ديال البنكيه التي يمكن اللي عندها امكانيه شبابيك اللي يمكن يخلص فيها في قريته او في المدينه اللي قريبه ليه او في صغيره او في المدينه الكبيره اللي قريبه ليه، وبالتالي باش نسهلوا هذه الاجراءات. هذا اجراء ما نظنش، ما عرفتش كيفاش تقلق السيد النائب، هذا اجراء درناه او درته الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش نقربوا المواطنات والمواطنين. فلذلك هذا الشيء غادي يجي وغادي نسهلوا فيه ان شاء الله، وغادي يكون انخراط ديال المهنيين قوي باذن الله في هذا النظام اللي هو كيراعي لهم الشروط ديالهم وكيسهل عليهم المهام ديالهم، وان شاء الله غادي يكون هذا نحو الكرامه ديال جميع المهنيين وتكون عندهم التغطيه الصحيه، ومن بعد ذلك ان شاء الله ويعاود نجيو للتقاعد ديالهم في بعد سنتين او ثلاث سنوات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير، وابارك لكم مره اخرى هذه الايام المباركه، وابارك لكم عيد الاضحى عيد الفطر المبارك. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سيد رئيس الحكومه.